من استديوهات العربية 2 في لوسيل، تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح النور لليوم الأحد 13 من أكتوبر 2024. ليل قاس عاشه الجنوب والبقاع في لبنان، غارات متواصلة ودمار ممنهج. التفاصيل سنتابعها في فقرة أكثر الأخبار تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل. وماذا في مواضيع حلقتنا لليوم؟ بداية أرحب بسارة. صباح الخير سارة. صباح النور عهد، كيف الحال؟ الحمد لله. بدي اقول لك اشتقنا لك، كنت غايبة اجازة. اشتقت لكم بالتأكيد وعدنا، كنا بنتمنى انها تكون في ظروف احسن ربما، ولكن هي اوقات صعبة بتمر على كل الوطن العربي بالتأكيد، كامل تضامننا مشاهدينا. ولكن دعينا نبدأ حلقتنا، حلقتنا لليوم مشاهدينا مليئة بالفقرات والمواضيع وفيها مبادرات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحروب. أيضا اليوم سنتحدث عن مشاكل وصعوبات تواجهها الأم مع طفلها الرضيع. سيتسكيب قطر في دورته 12 أيضا في سياق حلقتنا لليوم. أخبار سينمائية منوعة اليوم أيضا مع زميلتنا ماري تراس وفقرة كلاكت. وكالعادة عهد، دعينا نبدأ مع وقفة مع المدربة الرياضية لليوم، معنا فرح بكار لنتعرف على تماريننا الرياضية. صباح النور فرح. صباح النور سارة، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. شو التمارين اللي راح تدريبنا؟ تماريننا اليوم خاصة بمشاكل العمود الفقري اللي بنسميه جنف بالعربي، السكوليوسيس، معروف سكوليوسيس، لتخفيف الآلام وحتى يحسن وضعية الجسم. هاي مهمة جدا جدا، أنا وعهد الاثنين نحتاجها. إن شاء الله تابعونا اليوم. إذن تمارين اليوم مضمناها ومهمة جدا، وربما كل أفراد العائلة فيهم يجربوها معنا. خلينا نطمن على أطباقنا لليوم. أكيد. واللي هي برعاية شيف لبنى. صباح النور شيف لبنى. يسعد صباحكم يا رب. شو الأخبار؟ الحمد لله بخير. قالوا لي اليوم كل الفخامة عندك في المطبخ. والله أنا أول ما شفت الدنيا شتت يعني، ولو شوي قلت هي شوربة عدس، ما هي شوربة العدس مع إنها كتير هينة، بس مش كل العالم تزبط معه بتزبط معه. بس إحنا اليوم حنخلي إن شاء الله الكل تزبط معه، وحنحضر معاها كمان فتة الدجاج. فسفرتنا اليوم تقليدية جميلة جدا، ويمكن كمان حميمية مع هالأجواء الشتاء وتغيير الطقس. يعطيك ألف عافية، لنا أكثر من وقفة معك في خلال الحلقة لنتعرف على أطباقنا ومشاهدينا. دعونا نبدأ حلقتنا والبداية دائما مع أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع عهد. إليك. إلى أبرز ما تم تداوله مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي. سيناريو غزة يتكرر في لبنان، والكل ما زال ينتظر ويتمنى الإعلان عن وقف لإطلاق النار ووقف الحرب بأقرب وقت ممكن، خاصة بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها دولنا العربية لمحاولة. طبعا الكل ينتظر لملمة ما تبقى على أمل استعادة بيت أو أرض أو وطن. لنبدأ بالأحداث التي حصلت بالأمس في لبنان، حيث تم قصف العديد من البلدات والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من لبنان. سنتابع طبعا ما الذي حدث في الأمس. في الجنوب تم استهداف سوق النبطية التجاري بقصف عنيف أدى إلى دمار كبير في الساحة الأساسية للسوق، وفورا توجه الدفاع المدني لموقع الدمار لمحاولة البحث عن ضحايا وإخماد الحريق. تم تداول هذا الفيديو من منطقة القصف في سوق النبطية، الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على سوق المدينة نشاهدها سويا مشاهدينا، كان دمار هائل في هذه المنطقة. أيضا نتابع ما تم تداوله أو من كتب أيضا بخصوص هذا الموضوع. خالد سكيف يقول 4 شهداء و12 جريحا و8 مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سوق النبطية. أيضا هنا زياد عيتاني يقول سوق النبطية من أقدم أسواق لبنان وأعرقها يحترق بفعل الإجرام الإسرائيلي. بالأمس أيضا سقط 9 شهداء و28 جريحا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين في محافظة جبل لبنان. غارة على بلدة المعيسرة في منطقة كسروان أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، وأيضا غارة ثانية على بلدة برجة في منطقة الشوف أدت وفق حصيلة أولية إلى مقتل 4 أشخاص و14 جريحا. ما هي مشاهدين حصيلة الشهداء والجرحى في لبنان حتى الآن؟
بيان من وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2255 شهيداً و10524 جريحاً منذ 8 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هول مش بس أرقام نشوفهم، كل واحد كان عنده قصة وحياة وأحلام وطموحات، استشهدوا بغارة غدارة على بيوتهم. نحن عم نحارب أنجس وأجبن عدو عرفوا التاريخ، عدو بيخسر بالميدان وبرد على المدنيين. هنيئاً للشهداء والله يشفي الجرحى وسننتصر بإذن الله. طبعاً هذه بعض الصور من الشهداء رحمهم الله. ومحمد إبراهيم فحيلي يقول أصبحنا نشبه غزة، أطفالنا، أمهاتنا، بيوتنا، مستشفياتنا، مدارسنا وحالنا، من وحدة الساحات إلى وحدة الحال وشغلة البال. مشاهدينا على الجانب الآخر في فلسطين، من نزوح إلى آخر، ومن إبادة إلى مجزرة إلى وحشية لم تتوقف على سكان غزة، آخرها مخيم جباليا الذي ترتكب بحقه أفظع جرائم الحروب. نتابع ما تم تداوله أيضا على منصة إكس. أحمد يقول أطباء بلا حدود أعلنوا آلاف محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة، حيث يهاجم جيش الاحتلال المنطقة لليوم السادس ويمنع الدخول والخروج منها ويطلق النار على ممن يتحرك. قوات الاحتلال أصدرت أوامر إخلاء لمخيم جباليا في 7 أكتوبر الجاري ونفذت هجمات في الوقت نفسه مانع الفلسطينيين من مغادرة المنطقة بأمان. أيضا نتابع تغريدة أخرى، الإعلام الحكومي بغزة، الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة، الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيدا، الاحتلال يعمل على تدمير المنظومة الصحية بإخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية، هاشتاغ طبعا فلسطين. أيضا هنا شرف الجابر علق وأرفق هذا التعليق مع فيديو تم تداوله بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي لمسن. ما قصة هذا المسن؟ عقل هذا المسن الفلسطيني لم يستطع استيعاب هول الإجرام الوحشي الذي قام به العدو الصهيوني، صدمة رهيبة تسيطر عليه بعد أن فقد كل أفراد أسرته. 70 شخص استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق ساكني مخيم جباليا، هاشتاغ غزة عام من الإبادة. وأخيرا نختم مع هذه التغريدة من عبد الله عبد الحميد، هذا الصوت الأخير لنا، ادعوا لنا إذا ما قادرين تساعدونا، مناشدة لأهالي مخيم جباليا الذي حاصرهم العدو الصهيوني منذ أيام وقد نفذ ما لديهم من شراب وطعام، مر عام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة وما زالت جرائمهم مستمرة. مشاهدينا كانت هذه جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ننتقل إلى أخبار لعناوين الصحف في هذه الجولة ونعود. We'll be right back.
يعني هذه كانت عناوين الصحف، طبعا تتصدرها الأخبار التي نتحدث عنها والتي ذكرتها اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار التي طبعا نأمل أن تتغير قريبا. الغزو والعدوان على لبنان وغزة ما زال مستمر وبشكل وحشي، لم تتوقف هذه المشاهد المؤلمة التي كنا نراها منذ عام، بل ما زالت ونراها بشكل أقصى اليوم أيضا، بشكل أقصى وتمتد، يعني كل يوم بتمتد إلى مناطق جديدة لم تكن مطروقة بالقصف والعدوان سابقا. نأمل، كلنا نأمل، ولكن الأمل أعتقد أنه ما يعني ما يكفي الآن في المكان اللي وصلنا له عهد، يجب أن تكون هناك وقفة. حتى اليوم هناك البعض اللي بيعتقد أنه لا بعيد، لا مش أنا مقصود، لا عمليات محدودة، لا لن تكون مدمرة، لا الوضع كارثي، وواضح أنه هناك مخططات قصف ممنهج، تدمير لبنى تحتية. شفنا كلنا الآن الجمعيات الحقوقية اللي عم ترفع قضايا على جنود من جيش الاحتلال موثقة بأدلة على ارتكابهم. احنا ما بنحتاج لأدلة، نحن نعلم أن ما قاموا به هي جرائم، ولكن الآن أصبح الحديث حتى قانونيا ما يرتكب لا يمكن السكوت عنه أبدا. ما زالت بعض الأصوات ساكتة حتى اليوم، بنتمنى أنه وقفة واحدة كل هالدول العربية يمكن تتكاتف بصوت واحد، بمواقف موحدة، بردود أفعال تجبر ربما هذا الاحتلال على التراجع يعني ولو قليلا، ولو الرجوع إلى العقلانية أو هو أو من يدعمه. بالتأكيد بالفعل سارة، يعني كما ذكرت الوضع بحاجة إلى قرار حاسم ويعني قريب جدا، لأنه الناس ما بقى فيها تتحمل، خلينا نقول إن كان بغزة إن كان بلبنان إن كان بدولنا العربية بشكل عام. يعني على العموم سنذهب إلى فاصل الآن سارة، فاصل أول مشاهدينا ونعود لاستكمال فقرتنا، انتظرونا. من جديد صباح النور مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا إلى فقرتنا الطبية لليوم، ومع كل ما تحمله تجربة الأمومة من متعة ومشاعر وحنان، تعاني الأمهات من الكثير من المتاعب مع الرضيع حديث الولادة، خصوصا إذا كان الطفل الأول. فما هي أبرز هذه المشاكل وكيف يمكن حلها؟ كل التفاصيل مع الاختصاصية في طب الأطفال في مركز إليت الطبي الدكتورة مها عبد المنعم. صباح النور دكتور، واهلا وسهلا. اهلا بك معنا. يعني طفل صغير فجاه بيكون بايدينا، ما بنعرف نتواصل معه، يمكن ما بنفهمه، تحس انه لا حول له ولا قوه، ويمكن من اول الاشارات للتواصل هي البكاء. بكاء الاطفال قد يكون مستمر وقد يكون له اسباب متعدده، خلينا نبلش من هون، ما هي اسباب بكاء الاطفال؟ فعلا اول حاجه بتقلق الام في الايام الاولى او نقول في الشهور الاولى، خصوصا لو كانت ام لاول مره، هي بكاء الطفل، وما بتكونش عارفه البكاء ده سببه ايه. احنا عندنا اسباب بسيطه جدا للبكاء في الطفل، زي ان هو جعان مثلا، عاوز الحليب بتاعه، عاوز يغير الدايبرز بتاعته، عاوز في مغص في البطن، الحاجات كلها دي كلها اسباب بسيطه لبكاء الطفل، والام بسهوله ممكن تتعامل معاها، بس بتحتاج شوية تدريب وشوية تعرف كل بكاء في الطفل ليه نغمة معينة بيكون فعلا محتاج. أيوة طبعا، يعني أنا شفت هالموضوع في مقابلة يمكن تلفزيونية، أنه نغمات البكاء كل نغمة بتعبر على شيء معين، الأم بتتعود عليها مع الوقت، بس هي الأم الأول مرة بيكون في صعوبة أنها تتعرف صحيح. على كده، ومع الوقت ومع تعودها على الطفل وكل ما بيكبر بتعرف النغمة دي عاوز حليب بتاعه أن هو ياخده، النغمة دي لا ماما غيري لي الدايبر بتاعتي عشان أنا مش مرتاح. فالأم مع الوقت بتتعود على الحاجات دي. بس دكتور أحيانا بيكون في بكاء غير البكاء العادي الطبيعي، بيكون بكاء عالي جدا مستمر، ليه؟ طبعا أكتر شكوى بتجيلنا في العيادة هي البكاء الشديد، وده بيزعج الأم وبيزعج الطفل. لا الأم بتقدر تنام ولا الطفل نفسه مرتاح وبينام. أكتر سبب بيجي لنا العيادة هو الغازات الكتير اللي بتكون في بطن الطفل في الأيام الأولى، يعني خلينا نقول
يمكن في أول شهرين أو ثلاث شهور أكثر حاجة مزعجة للطفل وللأم هي الغازات اللي بتتكون في البطن، ودي ناتجة عن بعض العادات الأم بتكون لسه مش قادرة تتعامل معها. مثلا سواء مثلا إن هي بتديله الرضاعة مش في أوقات منتظمة، تكرار الرضاعة، وفي أسباب تانية من ناحية الطفل إن بيكون لسه في الشهور الأولى ما تمش اكتمال الجهاز الهضمي بتاعه، فده بياخد وقت. بنعود الأم طبعا إن هي إزاي تنظم الرضاعات، إزاي إن هي تجشأ الطفل بعد الرضاعة بإن هي بتشيله في وضع مستقيم وتخبط شوية على الظهر، إنها الرضاعات بتاعته ما تكونش كل ما يعيط ما تديلوش الرضعة بتاعته، لأ هو ليه مواعيد محددة المفروض ياخد فيها الرضعة بتاعته. طيب رح نسأل آخر سؤال على موضوع البكاء. أوكي تفضل. في فعلا طفل هو صعب المراس كثير البكاء وطفل أهدأ أم لا؟ في يعني في طبيعة طفل بيكون هو طفل محتاج إن هو مثلا تدلليه كتير تشيليه كتير، يعني إحنا ما بنقولش ما تقلقيش على الطفل ده مش هيطلع مدلل كتير، لا هو الطفل محتاج في الفترة الأولى إن الأم تشيله، لأن هو في أحيانا بيكون ما فيش سبب إن هو يبكي، بس هو محتاج ماما تشيله وتدلعه شوية وتاخده جنبها بيهدى وينام على طول. رح أسألك عن شيء ما تنقسم حوله الآراء بشكل كبير جدا، فتر. لف الطفل أو تقميط الطفل بلهجات أو الكفولة بيقول عليها كمان، مزبوط. اللي هو بيجيب الطفل ويلفه. أيوة شفتها في العيادة شكل مرعب كتير. يعني شفتها. في ناس بتقول أنه لا جدا كويسة وبتقوي عظام الطفل وبتقوي عضلاته وبتخليه هادي، آخرين بيقولوا أنها بتعصبه جدا ومش كويسة، و شو الرأي العلمي هون؟ شوفي هو ما فيش رأي علمي، هي عادة مكتسبة في المجتمع إن إحنا نلف الطفل كتير. ممكن أكون معاها في أول شهر أو شهر ونص، لأن الطفل لسه مش بيتحرك كتير، بيحس إن هو لسه يعني المعتقد إن هو بيحس إن لسه في بطن الأم فبيطمن وينام، أو إن هو محتاج إن هو يكون يعني في درجة حرارة أعلى شوية من درجة حرارة المكان، فإن إحنا نغطيه ده بيحسسه شوية إن هو مرتاح وبينام. بس لو الطفل أكبر من كده وبدأ يتحرك، الخطورة بتيجي إن هو ممكن يحرك إيده ورجله، فبيشيل اللفة اللي هو بتلف بيها سواء بطانية سواء أي حاجة وممكن يجيبها على وجهه، فدي طبعا بتمثل خطورة بالنسبة للطفل. فيعني أنا ما بنصحش بيها للأعمار اللي أكتر من 6 أسابيع، بس أقل ممكن. ممكن يعني هي تجارب برضو، مش كل الأطفال بترتاح عليها، يعني أنا شفتها في العيادة أمهات بيقولوا لي أما بلف وبينام، وشفتها لا، فهي بالإكسبيرينس بتاعت الأم. في بعض كمان مثل ما تفضلت حضرتك، هي في أشياء كتير خاصة بالأطفال والسيدات اللي بتكون السيدة والدة وهيك، بيكون في كتير أشياء تقاليد عادات سلو الأمهات. مزبوط. منا بيقولوا لنا انه دهن الطفل بالزيت وخصوصا بطنه، هل ممكن يكون دهن الطفل بالزيت او بطنه خصوصا بيساعد بشيء للطفل او لا؟ شوفي حضرتك، هو دهن الطفل مش هي عاده، هي احنا لما الام بتلاقي فيه غازات كتير في الطفل فاحنا بنقول لها اعملي مساج للبطن في حركه دائريه، ممكن تستخدم الزيوت خاصه زيت الزيتون بس في حدود، لأن كمان الزيوت ممكن جلد الطفل يتحسس منها ويحصل عنده مشكلة، لكن أنا بقول لها ممكن نستخدمه بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة عشان تعمل مساج للطفل، لأن ده بيساعد كتير على أن الطفل يتخلص من الغازات اللي في البطن. وبعض الأطفال بيكون عندهم نسبة من الجفاف في جلدهم، فده كمان بيساعد على ترطيب، بس مش بشكل مستمر ومش بكميات كتيرة، وتلاحظ لو الطفل حصل تهيج في جلده توقف طبعا استخدام الزيوت. طيب دكتور حكينا وحكينا عن المغص أو الغازات، ما حنقول الأسماء التجارية أكيد، ولكن كان في مشروبات متعودين نعطي بالملعقة للطفل بس ينمغص، وفي البعض بيشرب شاي ينسون، وفي بعض المشروبات البلدية كمان بيعطوها الأطفال، هل عندها فايدة فعلا أو هي؟ شوفي حضرتك، اللي مسموح به في الطفل في أول 6 شهور المفروض قبل أنه هو يبدأ يأكل بس الحليب أو الأدوية اللي هي مخصصة للأطفال، لا أنصح باستعمال أي أعشاب أو المنتجات اللي هي المشروبات اللي الأم بتستخدمها للطفل. ممتاز. طيب حكينا عن الرضاعة وهي فقط المسموح ما لم يكن في أدوية موصوفة من الطبيب، بس الرضاعة في أطفال الرضاعة الطبيعية بيرفضوها،
يعني بيفطم نفسه، مع انه بنشوف امهات بيكون عندهم مشكله لقدام انه يفطموا اولادهم، في اطفال بيكونوا في اعمار اصغر وهن بيفطموا حالهم بيرفضوا الرضاعه الطبيعيه. والله لو هو كان بدا من الاول ان هو بيرضع من الام كويس وبعد كده فجاه توقف عن الرضاعه، فلازم نستبعد الاول السبب المرضي. ان كل الطفل ده فيه مشكله مرضيه، لان في بعض الامراض تشخيصها بيجي لنا العياده بس جاست ان الام بتقول لي الطفل ما بقاش بيرضع كويس. فده طبعا لازم بعض الفحوصات، لكن لو الطفل يعني تدريجيا وقف الرضاعه فبنسال الام هل انت دخلتي الحليب الصناعي؟ هل هو ابتدى ياخد البيبرونا؟ بعض الاطفال بيرفضوا طبعا الرضاعه الطبيعيه لان اسهل له ان هو ياخد البيبرونا اسرع، يعني ما فيش مجهود كتير ان هو بياخدها فبيرفض تماما صدر الام. طيب دكتور رح اسال سؤال، بما انه عم نحكي عن الحليب الترجيع، يعني الاطفال بيكون عندهم كتير ترجيع وبيتعبهم واوقات كمان بيخوفهم وبيخوف الام، شو سبب هالمشكله وكيف فيها الام تتعاطى معها؟ طيب لما الام بتجيلي العياده بتشتكي ان الطفل بيشتكي من ترجيع، لازم اسالها شويه اسئله. هل الترجيع ده كميه كبيره؟ الترجيع ده بعد كل رضعة؟ هل الترجيع ده بيكون حليب ولا شوية زي الروب؟ وبنشوف وزن الطفل وبنشوف تطور الطفل. لو هي كمية صغيرة مش مؤثرة على وزن الطفل ما فيش مشكلة منها، مع الوقت بتتحسن. أما بيبدأ الطفل يأكل أو ندخله الأكل الصلب فده بيتحسن كتير، دي بتكون نسبة صغيرة من الارتجاع. لكن لو كمية الترجيع كبيرة وبتأثر على وزن الطفل وبعد كل رضعة لما ياخد الرضعة بتاعته يرجعها كاملة، لا لازم تدخل طبي في المرحلة دي. يعني دكتور أنا حابة أتشكرك، هي مرحلة ربما الطفل الأول هو الطفل اللي بنتعلم فيه، كنا تعلمنا في الطفل الأول وبيكون خليط ما بين خبرات أهلنا ما بين كمان الآراء العلمية والطبية اللي كثير من الأحيان تعطينا المعلومات الأصح لكيفية التعاطي مع الطفل. شكرا جزيلا على كل هالمعلومات الاختصاصية في طب الأطفال في مركز إليت الطب دكتور مهايب، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وشكرا للوقت. مشاهدينا الآن دعونا ننتقل إلى مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للإضاءة على معرض سيتيسكيب قطر 2024 وكل التفاصيل مع الزميلة هبة شحادة من هونيك. صباح النور هبة. صباح النور لك يا سارة، ويعني أنا حدث إليك الآن من منتدى قطر العقاري سيتيسكيب 2024، وطبعا هذا المنتدى الحافل وهذه التظاهرة الضخمة لسوق العقارات في قطر، والتي تأتي يعني لتؤكد على عدد من الأهداف لقطر أو لمشاريع قطر المستدامة للعام 2030. اليوم في هذا المهرجان العقاري كما قلت لك، يأتي هذا المهرجان تحت اسم منتدى قطر العقاري سيتيسكيب 2024 مستقبل العقارات، ليؤكد على أنه قطر دائما تفتح أبوابها لسوق الاستثمارات العقارية، وتؤكد أيضا على حرص أن يكون هناك علاقات بين المستثمرين بالشركات داخل قطر وأيضا بالشركات الخارجية مع قطر لتشجع أيضا على سوق الاستثمارات. هناك أيضا هذا الحدث المهم جدا اليوم يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، وطبعا يعني كما قلت لك هذا حدث ضخم جدا، يعني لعل أشرف هيك يعني يصور لك هنا سارة هذا المشروع. هذا المشروع مهم، واحد من المشاريع المهمة جدا لمجموعة جي أم جي العقارية، يعني مشروع ضخم كما ترينا الآن. ويعني طبعا لا أعود وأكد أنه طبعا الهدف وجود هذا المشروع والمشاريع الأخرى هو طبعا تعزيز نمو وابتكار قطاع العقارات بقطر، أيضا التركيز على التعاون الاستراتيجي الاستفادة من التطورات الاقتصادية الكبيرة بقطر، خاصة بقطاع البنية التحتية كما تشاهدين. والآن دعيني أستضيف معي هنا، تفضل أستضيف معي هنا رئيس مجلس إدارة مجموعة جي أم جي العقارية الشيخ جبر بن منصور بن جبر الثاني. أهلا وسهلا فيك معنا هون على شاشة العربي 2. يا مرحبا فيك، مشكورين على الإضافة اليوم.
شيخ جابر، بدي أعرف أكثر عن المشروع اللي الآن قام بتصويره زميلنا أشرف، خبرنا عنه أكثر والهدف من مشاركتكم بهذا المهرجان العقاري الكبير بقطر. مشروع ذا جروف يتميز بعدة أمور، منها تصميم تم تنفيذه من مكتب زها حديد. المشروع كاين في منطقة قطيفان الشمالية، جزيرة مميزة في مدينة لوسيل. السوق عندنا قاعد يرجع بطريقة إيجابية من بعد كأس العالم، قاعدين نشوف طلب كبير على المشاريع السكنية بالذات. طرحنا هذا المشروع وتميزنا فيه. أخبرنا شو المميز في هذا المشروع، يعني قلت لنا بلوسيل هذه المدينة الجديدة من ناحية العمار ومدينة ذكية أيضا. نعم، مدينة لوسيل مدينة مميزة بالكامل. عندك الله يسلمك المشروع اسمه The High Line of the Grove، اللي هو الجسر اللي شابك المباني كلها، كمنطقة خاصة للسكان فقط، تكون منطقة ترفيهية أو رياضية. المبنى أعلى معايير البيئة المستدامة، ركزنا على هذه الركائز. شيخ جبر، هل مشروع أمتى يعني يرى النور بشكل كامل؟ إن شاء الله على سنة 2026، خلال سنتين. طب وكيف الإقبال يعني على شراء مثل هذه المشاريع والاستثمار في هذا المشروع والمشاريع الأخرى؟ يعني هل يكون من قطريين أو أيضا من جنسيات أخرى؟ بالعكس، لقينا اهتمام من دول الخليج أولا، وثاني شيء في المقيمين بالبلد واجد قاعدين يهتمون أنهم يشترون بهذا المشروع. لديكم مشاريع مستقبلية أيضا فيما يتعلق بيعني العقارات والبناء؟ في مدينة لوسيل بالذات عندنا عدة مشاريع. مشروع ذا جروف يعتبر أكبر مشروع، ولكن في مناطق مختلفة مثل منطقة الووتر فرونت ومنطقة سيف لوسيل عندنا مشاريع ثانية راح نطرحها على الأشهر الجاية إن شاء الله. وأيضا هل لديكم شراكات مع، أتحدث عن شركات استثمارية أجنبية خارجية؟ لا، إحنا استثمارنا محلي 100%، ولا وما عندنا استثمارات خارجية. طيب المشاريع المستقبلية، حدثني يعني عن مشاريع مستقبلية أخرى وهذا شيء جميل، يعني أريد أن أعرف. متفائلين أمانة بتوجه الدولة أن راح يكون في تجاوب كبير من الأسواق العالمية أنهم يجون يستثمرون بالبلد. البلد عندنا متقدمة بعدة أمور، البنية التحتية، المرافق الطبية، المرافق التعليمية، فهذه كلها مؤشرات طيبة تجذب المستثمرين، وإحنا مشاريعنا جاهزة أنها تكون تتنفذ وتلبي احتياج السوق. شيخ جابر، أيضا أريد أن أسأل عن التسهيلات، إن كنتم تقدمون تسهيلات لكل الأشخاص اللي بدهم يعملوا هالاستثمارات. نعم، البنوك تعاون مع البنوك القطرية، تسهيلات متوفرة. حسب علمي للقطريين لحد 30 سنة تمولهم على المشاريع هذه، وللأجانب 25 سنة، وأتوقع هذا الشيء إيجابي جدا. شكرا جزيلا لك شيخ جابر الثاني على كل هالمعلومات القيمة. شكرا. إذن يعني سارة، كما شاهدتي يعني الموضوع مهم جدا بالحقيقة، وهذا يعني المهرجان أنا أعتبره هو مهرجان عقاري مهم، يجمع الكثير من الهيئات الحكومية، الهيئات غير الحكومية، أيضا الهيئات الخاصة، ونرى أنه هناك فعلا يعني حتى إذا هيك بتشاهدي وبتشوفي يعني بتلاقي أنه التكنولوجيا تلعب دور كتير كبير بالعروض، يعني العروض العقارية عم نلاقي أنه يعني شيء فعلا هيك يعني مهم للغاية، وبيعزز لنا المواضيع الأساسية التي يعني القائمة على أساس هذا المهرجان العقاري، يعني كتعزيز الشفافية بالقطاع، رقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية مع المستثمرين العقاريين سواء في داخل قطر أو بخارج قطر، أو هذا يعني ما تحدثت عنه قبل قليل، مد جسور التواصل
التواصل بين قطر والخارج لجلب مزيد من المستثمرين، وهي رسالة واضحة بفتح أبواب قطر لمزيد من الاستثمارات العقارية ومزيد من الأعمال التجارية التي أيضا تأتي بالنفع على كل الأطراف، يعني على الطرف الداخلي القطري والاقتصاد القطري وأيضا على الأطراف الخارجية. كما سمعت هناك تسهيلات كبيرة بقطاع العقارات، هناك أيضا يعني عم نشاهد يعني حتى من المشاريع المطروحة مشاريع حتى صغيرة يمكن الاستثمار بها، وتنطلق حتى يعني المشاريع الضخمة والكبيرة جدا في مجال البناء العقاري الخاص وأيضا المشاريع الضخمة الاقتصادية. أيضا كنت أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، موضوع رؤية قطر لعام 2030، وهذه الرؤية اللي يعني هذا المشروع ومشاريع أخرى تأتي وتنضوي تحت مظلتها. يعني اليوم عم نحكي عن منتدى عقاري رائد بشكل كبير، عم نحكي عن سيتيسكيب 2024، وطبعا هذا المهرجان كما تحدثت لك هو منذ 12 عاما، يعني مش مهرجان جديد، هو مهرجان قديم يأتي يعني هذا العام ليؤكد أنه مستقبل العقارات لا يزال يعني قطر تفتح أبوابها له، وتؤكد على أنه هناك المزيد والمزيد ربما لتقدمه في هذا المجال، سواء على صعيد الاستثمارات الداخلية أو الاستثمارات أيضا التي تأتي من الخارج إلى داخل قطر. نعم هبة، يعني تغطية جدا مميزة، محمد شكرك عليها. هذا المعرض الذي كما تفضلت يعني وذكرت أنه يعكس رؤية 2030 من خلال هذه المجموعات العقارية المتميزة، واللي واضح أنها تعتمد نظام معين للاستدامة، وأيضا جميع التسهيلات التي تحدثت عنها. أنا وعهد نوكلك أنه تختاري لنا، اكيد رح تختاري لنفسك وتكامل الرقم واختاري لنا كمان. يلا خلص، يعني انا سمعت في عقارات يا هبة انضميت انا لكم. خلص شكرا لك لكم هبة من هون. يعطيك الف عافيه، شكرا لك على التغطيه. يعني هذا النوع من المعارض عهد، والتي ربما تعكس وتوضح وتكون فرصة كبيرة للمشاركة الداخلية والخارجية للباحثين عن الاستثمار العقاري، واللي بنعرف أنه بيشهد ربما طفرة جدا كبيرة ويتم دعمه هنا من خلال الدولة ومن خلال أيضا المستثمرين والشركات الاستثمارية وشركات الإنشاءات والعقارات الداخلية والدولية. أيضا أصبحت تشكل سوق كبير جدا يجذب العديد من المستثمرين، واللي بيحبوا أنهم ربما تكون عندهم استثماراتهم في عالم العقارات. بالفعل يعني قطر دائما تبحث عن هذه الأنواع من المشاريع الكبيرة، وهيك نوع معارض كبيرة، معارض عالمية، يعني بيجيها كثير أشخاص وشركات من الخارج للبحث أيضا عن هذه الفرص الموجودة هون في قطر. على العموم رح نضل نتابع التسهيلات أنا وياكي سارة. 25 سنة منيحة. منيحة 25 سنة. على كل حال مشاهدينا سننتقل إلى فاصل الآن سارة، بعد الفاصل فقرتنا الرياضية، ابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا مرة جديدة، والآن إلى تمارين لتقوية وتليين عضلات الظهر للمصابين بانحراف العمود الفقري. طبعا هذا هو موضوعنا مع المدربة الرياضية فرح بكار. صباح الخير مجددا. صباح النور عهد. موضوع مهم جدا اليوم، كثير عم نسمع موضوع الانحراف بالعمود الفقري. أكيد أنا شخصيا يعني مش من زمان كمان اكتشفت أنه عندي هيدي المشكلة. تعرفي ما فيك تكتشفيه غالبا إذا ما كان كثير شديد، ما فيك تكتشفيه على صغر أو إيه، بياخد فترة تكتشفيه. فيهم يكتشفوه على عمر المراهقة، فينا نقول فينا نكتشفه على عمر أكبر حسب أي متى ببلش يسبب لنا مشاكل. بالفعل. ولكن فينا نقول أنه هيدا ما في له علاج غير أنه نضلنا نحاول أنه نحسن من وضعية الجسم ونتجنب العادات الخاطئة، لما بنقعد كتير ما نقعد على الميل، الهيكل الميل ما يزيدوا
بنعمل مثل بريفنشن، يعني بنعمل مثل تجنب لانه وقاية يصير يعني وقاية كمان حتى ما يصير أسوأ، حتى يتحسن او يضل مكانه على الاقل. يعني عن تجربه مشاهدينا، تمارين كثير مهمه لانه بالفعل بتحسن الظهر. رح اتركك مع التمارين وبرجع لك بعد شوي. تفضل. يسعد صباحكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم. في عندنا شويه ادوات اذا ما كانت موجوده عندكم ما تعتلهم، اعملوا التمارين اللي هي بتقدروا تعملوها بوزن الجسم، ولكن بعدين ممكن تضيفوا هدول الاشياء. الكره المطاطيه دائما موجوده، المفروض تكون بكل بيت خاصه الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل، لانه بتساعدنا على التليين اكثر وبتساعدنا نخفف الالم لما بنحس بالم. الكرسي رح نستعمله بس حتى نتهدى، لانه اذا عندكم حيط حدكم حيط مش ضروري انتم تجيبوا كرسي. وبدي شويه عالي الستب، فيها تكون حف الدرج او اي شيء، مش ضروري تكون ستب بالزيت. وفي عندي وزن خفيف فينا نستعمل بدلا عبوة ماء كالعادي. خلينا نبتدي بتمارين التليين والتحمي. فرح نقعد على الأرض، أو فيك تقعدوا على شيء عالي إذا في عندكم مشاكل بالركبة. قعدوا قاعدين مرتاحة، بديكم تحطوا إيد هون وإيد بتاني ميل، ورح نبلش نلين. رح ناخد الجسم من على هيدي الميلة ونروح نلين على تاني ميل بحركة دائرية بهذا الشكل. شوي شوي منمد لقدام، بنرجع منجلس الظهر كثير منيح. اهم شيء انكم تتجنبوا طبعا دائما على طول نحن بنقول الاعداد الخاطئه او الوضعيات الغير سليمه لفتره طويله بتاثر حتى على الانسان السليم ما عنده مشاكل، فدائما نتجنب وننتبه كيف عم نقعد طول الوقت. رح نروح هلا عكس ثاني ميل، زيت الشيء رح ميل شوي شوي اعمص، لازم تحسوا بالشد، تعملوا ستريتش، تمددوا قد ما فيكم وتمدوا لقدام قد ما فيكم وتروحوا عن جديد لقدام. عميلي على جنب، بعدين منمد لقدام هذا الشكل. فينا نعملها اكيد نحن قاعدين على كرسي، فينا نعملها وين ما كنا اذا حسينا بالالم بتخفف لنا الالام او اذا صار عنا شد. هلا من هون نحن هون راح ارفع ايدي هون وراح اعمل كروس، راح لف ايد ورا ايد قدام، امسك ركبي، شدوا الظهر والوضعيه السليمه وتطلعوا على الكتف. تاني ميل، خدوا نفس، تاني ميل عن جديد، رح روح تاني ميل، شدوا الظهر، عمل لين على مهل، الكتف بعيد عن الرقبة قد ما فينا، هنعملها بعد مرتين لفوق، شدوا الظهر، لفوا قد ما فيكم بالجزع كامل، بالظهر كامل، خدوا نفس، آخر مرة مع بعض على تاني ميل، هلا عن جديد رح نلين، رح نروح على جنب قد ما فينا، ونمدها. ينتبهوا ما تجوا لقدام، ما تروحوا ورا، بتضلكم قد ما فيكم على جنب. مدد فيه، امشي قد ما فيه بعيد، لحس بالستريتش، تمدد كامل، وارجع اطلع على مهل. رح نعمل ثلاثة كل ميلة، شوي شوي، واهم شيء التمارين تكون بتأني وعلى مهل، تكون بتريح، ما تنزلوا لتحت، مدوا لبعيد، اوكي؟ عن جديد خذوا نفس، منمد لبعيد. منجلس الظهر كثير منيح، منرخي الكتاف بعيد عن الرقبة، حنروح ثاني من مد لبعيد قد ما فينا، مثل ما قلنا لبعيد مش لتحت، يعني أنا هدفي مش نزل أصابع الإيد على تحت أو نزل إيدي لتحت، بدي مدها لبعيد لحس بالتمدد قدر الإمكان. بعد مرة مع بعض، منمدد 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 لبعيد ونرجع نطلع. هلا حنبلش بأول تمرين، حننام على بطننا على مهل، خلوا ايديكم هون وراسكم بتكون الرقبه دائما بنفس اللاين تبع العمود الفقري، يعني ما بتكون اعلى من عمودكم الفقري. نحن هون رح نبلش بتمارين الستش والتقويه، رح نرفع ايد عكس رجل وننزل على مهل. شايفين رقبتي مع ايدي ما عم تطلع، رقبتي ما عم تطلع اعلى من ايدي. رح نعمل كل تمرين على الاقل 15 أو 20 مرة، إذا كان كتير بيوجع فينا نروح 10 مرات أو 12 على الأقل، وأكيد لازم نعيده مرتين أقل شيء. منبلش بهذا التمرين، بس نخلص هذا التمرين شايفين بهدي شوي برجع بنزل. رح تحطوا إيديكم هون شوي، ترجعون ورا، تاخدوا هاي الوضعية السليمة. طبعا كنت قعدوا هما هي مش تمرين إني أقعد بس بهذا الشكل، الكتاف تحت هون غلط، لازم انا هون بدي نزل الكتف تحت تحت بعيد. شايفين كيف عم تنزل السكابيولا اللي هي لوح الكتف على تحت بعيد عن الرقبه، شادي فاتحه قد ما في، عم بفتح هيدي المنطقه وشد بهذا الشكل، اعمل ستريتش
بعدين من هون رح نعمل بلان، ففيني اطلع على ركبي ثبت شد عضلات البطن جوا بهذا الشكل. اذا ما كان عندي القوه اني اطلع كامل، اذا كان عندنا قوه وكنا من مراحل متقدمه من بنتمرن دائما على طول، ففي ارفع بهذا الشكل بتمرين البلانك العادي. اهم شيء ظهري ما يكون تحت، انشد عضلات البطن هون، هدي 10 ثواني وارجع انزل عن جديد. رح اعمل هون، رح ادفش الكتف، افتح الكتف قد ما فيه بعيد عن بعض والكتف لتحت، وحاول اني اطلع لقدام مش لفوق، ما تشنجر رقبي لقدام على منطقه كثير بعيده. ارجع رخي 10 ثواني، ارجع اطلع عن جديد شوي شوي. في إنا على الركب إذا بدنا نهد نشد عضلات البطن، أو فيني أطلع بلانك كامل. بعد ما نخلص هيدا التمرين أقل شيء عيدوه 3 مرات، 10 ثواني 10 ثواني كل تمرين. رح نروح للتمرين اللي كتير مهم اللي هو البلانك اللي على جنب. اللي ما عنده قدرة إنه يطلع كامل فينا نحط الركب هيدا الشكل، ارفع الحوض قد ما في، أهم شيء ما تميله على قدام، دايما خلو كل الوضعيات ضل على جنب، ارفع وارجع نزل. زاد شيء كل ما بدي ارفع اقل شيء بدي اثبت، عده 3 أو 5 ثواني قد ما فيه وارجع انزل. بعدين هيدا التمرين كل ما صار سهل، كل ما صرنا اقوى فيه، لازم نعمل شيء شوي في تحدي اكثر ونقوي اكثر العضلات، فرح فينا نطلع بشكل كامل بهذا الشكل. حط ايجين كروس مثل ما تكون شايفين، وارجع انزل. كوع دائما تحت الكتف وما تناموا عليها، شيلوا وزنكم عن الكتف، طلعوا نفس، شدوا فوق الخصر، هدوا 3 ثواني 5 ثواني قد ما فيكم ورجعوا انزلوا. عملوا على كل ميلة على الأقل، عيدوها 3 مرات أو 5 مرات. بعد ما نخلص هيدا التمرين رح ننتقل لتمرين وزن خفيف عنا يا بالبيت. رح أوقف كل التمارين، ما لازم نميل على جنب، شد عضلات البطن، ثبت الجسم بالنص، ورح نروح على ميلة وحدة بس. في حط ايدي هون حتى اعرف اني ماني عم روح على جنب، مش ضروري تنزلوا الوزن، انتو بيهمكم انكم تعملوا تمدد او ستريتش للجهة اللي هي فيها كثير اللي عامل فيها تقوس او انحراف. ننزل على مهل، بدنا نعرف طبعا اي جهة، مش كل الناس ذات الجهة بيكون فيها الانحراف، وبدنا نحاول ندفشه لحتى يصير قد ما فينا يقرب يكون ستريت، مش نزيد الوضعية سوء. اهم شيء مثل ما قلنا ننتبه ماش عم ميل لقدام جنب قد ما بقدر، بثبت شوي، مدد وبرجع بطلع. في اعمل كمان تمرين بالكوره، ناخذ الكوره، هيدا تمرين كثير بيريح، فيكم دائما تستعملوه، حطوا شيء تحت ركبي اذا عندكم مشاكل بركبي، قعدوا على رجليكم قد ما فيكم، حركوا الكوره لقدام، اعملوا ستريتش بهذا الشكل، مددوا قد ما فيكم. هلا من هون بدكم تحاولوا انكم تمشوا الكوره على ميلي وحده قد ما فينا، نعمل ستريتش وتمدد، ناخذ نفس 10 ثواني اقل شيء، برجع على النص، مشي الكوره على مهل هيدا الشكل. زيت الشيء بعد قد ما فيه ببرمه بعمل ستريتش، هيدا كثير رح يريحكم، فيكم تعتمدوه حتى بشكل يومي، هيدا تعملوه صبح ظهر عشية أي متى ما حسيته بآلام، 10 مرات قد ما فيكم. بعدين هلا بدي استخدم الكرسي بس كرمال هدي فيه، فراح آخذ الكرسي هدي فيه، إذا حدكم حيط بيكون ممتاز، فيكم تهدوا بيكون شيء عالي. راح أوقف على الستيب عالي هون، أوكي؟ أخلي الإجر الثاني مش على الستيب. اللي راح أعمله أنا هون بدي أشتغل على مفصل الحوض، على هيدي المنطقة اللي بيكون فيها الانحراف. ساعد بدي هدي لفوق ونرجع ننزل، رح أعلي لفوق وارجع انزل فوق، هدي شوي، علي شوي الحوض، ما تعلو اكثر من مستوى طبيعي، ارجعوا رخوا تحت من غير ما تطور ركبي اللي على الستيب، تضل عادية، اوكي؟ اجر تاني لفوق، شايفين شوي بشكل بسيط من مفصل الحوض، وبعدين بدي رخي على مهل بهيدا الشكل. اقل شيء حاولوا تعملوا 10 مرات على كل ميلي، زاد شيء بتعيدوا تاني ميل، اهم شيء تكونوا ما تميلوا مع الحركه، يعني لازم تاخذوا وضعيه يكون حيط حدكم وجالسين قد ما فيكم، نعلي شايفين رخوا، وبعدين ترخوا شوي بدون ما تغيروا اي وضعيه زياده بجسم او تحسوا انه في شيء مش طبيعي، لازم تحسوا انكم بس عم ترفعوا
الحوض نفس المستوى اللي هو فيه ورجعوا اترخوا. هذول هن كانوا التمارين، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا معنا. وهلا يعطيكي الف عافيه فرح، شكرا لك على هالتمارين المهمه جدا. رح ننتقل هلا لعند لبنى، مطبخ صباح النور. ولبنى حاضره لبدء بشوربه العدس اعتقد، صح يا شيف؟ احنا قبل شوربه العدس بدنا نعمل فته الدجاج. الفته اول شيء، بعدين فته بالسمن البلديه عشان كل سعره حرقتوها نطلعها الدبل. سمعت ان شاء الله. يلا تفضلي شيف. شكرا شكرا، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا باول فقره عنا لليوم. حنحضر مع بعض فته الدجاج. هذا الطبق روعه، اولا لعده اسباب، طبعا كثير زاكي، طعمته رائعه، هي اول شيء. ثاني شيء بنقدر نستفيد من الاكل البايت اللي موجود عندنا. المكونات لهذا الطبق رح تكون الرز، الدجاج، فاحنا بنقدر نستخدم اي دجاج زايد عندنا من طبخه قبل، لانه في كثير اطفال وحتى كبار ما بيرضوا ياكلوا الدجاج البايت، فهي الوصفه اللي نقدر نستغل هذا الدجاج، وكمان لحتى نقدر نستغل الارز البايت اللي ما بنعرف شو بدنا نعمل فيه. فهاي الوصفة مثالية، قد ما هي زاكية واقتصادية وكمية قليلة ما شاء الله بالطعم، يعني بتعمل صحن كبير بطعم كميات كبيرة من الناس. كيف رح نبدأ فيه؟ أول إشي في عندي الدجاج، أنا ما كان عندي دجاج بايت فأنا سلقت صدور دجاج. بنقدر نستخدم الدجاج الكامل، أي إشي أي نوع دجاج بدنا إياه، بس المهم أنه لازم بالآخر نخليه من العظم. بعد ما سلقته وأضفت له المطيبات، بس ما أضفت أي نوع من البهارات ولا ملح ولا أي شيء، مجرد ورق غار، بصل، عيدان قرفة، هاي هي كانت المطيبات. وسلقت هذا الدجاج فيها سلق كامل. هلأ رح أفرجيكم خدعة كيف ممكن إن إحنا نفتفت الدجاج بكل سهولة من غير ما نعبي الدنيا حوالينا، وخصوصا لما يكون كتير سخن ما بنقدر نمسكه بأصابعنا وبمدة زمنية قياسية. فهلا انا الدجاج مباشره من ميه السلق السخنه عم بنقله على وعاء هون، وشوفوا هلا قد ايه رح افتفته بسهوله وبسرعه. هون انا عندي تقريبا كيلو من قطع الدجاج، يعني المخليه من العظم، وهلا يعني مش بايدي، لازم استخدم اغراض الكيك حتى لو بعمل اكله مالحه باستخدام خلاط الكيك. انا رح افرم الدجاج وشوفوا السرعة اللي رح ينفرم فيها وقديه القطع رح تطلع عندي متساوية بسرعة قياسية. خلصنا بهالسرعة وبهالسهولة، فتفتنا الدجاج وشوفوا كيف ما أحلاه، طلع كل قطعة قد الثانية، إن كان سخن إن كان بدل ما نقعد بشوكتين نفتفته جهز عندي. فهلأ بقدر أخده لحتى نكمل طبخه. الدجاج عندي هون لسه لا عليه لا ملح ولا أي نوع بهارات، فأنا هون بدي أبهره. اللي رح أعمله إنه بمقلاي رح أضيف شوي من زيت الزيتون، تقريبا معلقتين كبار من زيت الزيتون، ورح أضيف عليهم الفلفل الحار. ويا عيني على الفلفل الحار، هيك قرن فلفل حار، يا السلام. سامعين صوت الطشة؟ طلعت. وهلا رح اضيف عليهم الثوم من حص، يعني حص لحصين ثوم زي ما بتحبوا، بس الصراحه بيعطي نكهه روعه للوصفه هاي. بهالشكل رح ازيد كمان حصين من الثوم. يلا ما حدا حوش، موسم امراض، خلينا نتخلص من هالامراض. وعم بقلبهم مع بعض كثير منيح لأبلش أحس بالشعطة، يعني عم تطلع ريحة الفلفل الحر مع الثوم وعم تدخل مناخيري. قلبتهم مع بعض وهلأ رح أخذ قطع الدجاج وأرجعها على الزيت والثوم والفلفل الحر. تعرفوا بهاي المرحلة الريحة بتشهي، عن جد بتشهي، يعني هاي المرحلة لحالها الريحة عندي إياها رائعة. فكيف لما هلا اكمل باقي الخطوات، متخيلين الريحه كيف حتكون؟ رح اقلبهم مع بعض هيك. وهلا بدنا نبهر الدجاج بشو؟ اول شيء طبعا اكيد عندي الملح والفلفل، كوني انا مش ضايفه ملح وفلفل. رح اضيف عندي هون بهار مشكل، ممكن كمان تضيفوا بهار الكيجن، انا كثير بحبه مع الدجاج بتطلع طعمته رائعه. المكون السري الخل، 3 معالق كبار من الخل الابيض. رح أقلبهم مع بعض ورح أضيف هلأ عليهم كمان
عصير ليمونة، وآخر إشي رح أضيفه عليهم نص كوب من مرق الدجاج، من نص كوب لكوب كامل. بدنا نشوف يعني هلا انا رح احط نص كوب، اشوف كيف رح يكون الشكل ورح افرجيكم امتى بنعرف اذا احنا رح نحتاج النص الثاني. هاي اضفت نص كوب ورح احرك، رح تلاقوا الدجاج مباشره شرب المي اللي احنا اضفناها. انا هيك شايفه لا بياخذ له كمان باقي كمان نص كوب. فالكميه انا حطيت لكم نص كوب، انتم شوفوا عندكم اذا لقيتوا الدجاج شرب الكميه كامله أضيفوا كمان نص كوب من مرق الدجاج أو حتى لو مي، وبالآخر أنتوا بتعدلوا البهارات وانتبهوا من مرق الدجاج. إذا كان عندكم كتير مملح فأنتوا خلوا إضافة الملح للآخر بعد ما تضيفوا مرق الدجاج وتظبطوه، بعد هيك أنتوا بتعدلوا الملح على راحتكم لحتى نضمن إنها وصفتنا تطلع 100% من غير ولا غلط. هينا هيك عم نحرك الدجاج مع بعض، صار عندي ممتاز. رح أتركه هيك على نار وسط يتسبك مع بعضه مع شوية المي، هلا بتشوفوا مباشرة رح يشربها ونكمل باقي الخطوات. رح أجي هلا على صلصة الطحينة. صلصة الطحينة هي الصلصة الأساسية اللي أنا معتمديتها بكل وصفات الفتة. رح تكون عندي عبارة عن اللبن، عندي هون كيلو كامل من اللبن، ورح أضيف عليه طبعاً شو بنضيف على هذا أكيد أهم إشي الطحينة. فرح أضيف عندي هون نص كوب من الطحينة، الطحينة اللي هي السمسم المطحون، وأظن أنا إذا أنا مش غلطانة بدول الخليج بيحكوا لها الرهش إذا أنا مش غلطانة، لأنه أكثر من مرة وصلني إنه شو هي الطحينة، وصلني أسئلة على وسائل التواصل إنه شو هي الطحينة، فهي السمسم المطحون. رح أضيف عليها كمان عصير الليمون، عصير ليمونة، معلقة صغيرة من الملح، وأكيد طبعاً كمان حص الثوم. هلأ هذه اختيارية، يعني إذا ما بتحبوا طعمة الثوم الني ما تضيفوها، بس أنا كنت صراحة أنا كنت من الناس اللي ما بتحب طعمها، بس مع الوقت صرت أحبها كتير، مش شوي، كتير كتير. عم بحركهم بهالشكل وهيك صلصة الطحينة جاهزة. هلأ بدي أحكي لكم عن واحد كمان من أسراري بالفتة. ما بحب أستخدم الخبز لأنه بتشتش كتير بسرعة، بتشتش يعني بطرة كتير بسرعة، فأنا بستخدم عجينة السمبوسك النية. شايفين هاي عجينة السمبوسك؟ بتعرفوها أكيد، بتعرفوا كيف شكلها، بيجي شرائح طويلة نعرفها كلياتنا. رح أقصها بهذا الشكل هيك شرائح طولية، وبعد هيك هلا حسب النوع، في انواع بيكون فيها زيت كثير، في انواع ما بيكون فيها زيت كثير، فانتم حسب النوعيه اللي بتستخدموها، اذا فيها زيت لا تضيفوا لها زيت، اذا ما فيها ضيفوا لها شويه زيت بالاير فراير بالفرن، وشوفوا هالقرشه وهالمنظر اللي بتطلع فيه. تطلع روعه، وبعدين كثير بتطول لتطرى الحبه، فانا اليوم هيني قد ايه فكروا اكم من سر اعطيتكم لحتى نحضر الفته المثاليه. هلا رح اخذ صحن التقديم، وأول طبقة رح تكون عندي هي الرز. مثل ما قلت لكم أي نوع رز بايت موجود عندنا بس ندفيه شوي نسخنه وبصير ممتاز لهاي الوصفة. أنا بالأصل بحب أستخدم لها الرز المبهر، يعني بضيف له ملح وفلفل وشوية بهار مشكل، قرفة، كمون، كزبرة ناشفة. مثلاً لو عندكم رز بايت أبيض بتقدروا انكم ترجعوا على النار مع شوية مي تضيفوا له شوية بهارات، لو حتى رز بشعيرية بتقدروا تستخدموه. فتخيلوا ما أحلى، بدل ما نقدر نلاقي أكلة ياكلوها الأولاد أو ناكلها إحنا بالرز البايت، إحنا عملنا طبق جديد روعة بهالشكل. هيك أضفت الرز، وهلأ صار وقت أضيف طبقة الجاج اللي حضرناه. يا الله ريحتها روعة روعة. بالملقط رح أوزع الدجاج على الرز، وأوعكم تتخلوا عن المرقة اللي موجودة، يعني كل نكهة الليمون والخل والملح والبهارات اللي أضفناها موجودة هون. فأنا شايفين حتى هاي المي رح أصبها صب هيك لحتى أضمن إني أنا ما أضيع منها ولا شوي. آخر إشي رح أضيفه عليها صلصة الطحينة
وبعد صلصة الطحينة بضل عندي شو نضيف؟ لا وين رحنا بالمعلقة؟ يلا بنستخدم معلقة الشوربة مش مشكلة. بعد صلصة الطحينة رح أزينها بالخبز ورح أزينها كمان بالبقدونس واللوز اللي مقلى وأنا قليته بالسمنة البلدية لأعطيه نكهة ما بتنتسى. أكمل لكم باقي الخطوات. اللبن هيك ممتاز عادي، ما تغطوا كل إشي عشان يضل مبين إحنا شو عم نعمل. هلأ الخبز المقرمش رح أحطه على الأطراف بهالشكل ومع رشة بقدونس فريش واللوز المقلى. يعني حتى برمضان على فكرة لما بعملها هاي الفتة بتكون هي خلص هذا الطبق الرئيسي على السفرة، يعني مش طبق جانبي، ما بعتبرها أبدا طبق جانبي لأنها روعة. وصحتين وألف عافية. يعني شاف لبنى بدي خبرك أنه ريتا كتير عبالة تجربة عم تتغزل فيها. ريتا هلأ الصحن بيكون عندك ولا؟ وكم ريتا عندي أنا؟ حلو. هي ريتا واحدة عنا كلنا. عن جد. بس بدي أقول لك شغلة على فكرة، فكرة مبارح أنا شفتها أنت حطيتيها على الإنستجرام، أنه كيف شفت أنه عم تابعك. ما هذا أكتر إشي بقدر أعبر لك. ما عملت لايك لأنه بتابعك بصمت، بس شفت الفكرة. طب ليه يعني؟ شو؟ ليه يعني المتابع بصمت؟ هولي على فكره هولي اكبر فئه عنا كلنا المتابعين بالصف. هم موجودين دائما. طب انت بدل ما تكسري هاي الفئه بتنضمي لها؟ طبعا بشجعهم. هي لانه ما عليها كانت يمكن اجازه سنويه. فكره. طيب اليوم بنمشي على الفيديوهات مع بعض وبعمل بتاكد انك عامله لايك عليهم كلهم. وافقت. ماشي خلص وافقت. تحدي هذا. طيب ولك لايك بلايك. خلص ديل. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم يا رب. اكيد لنا وقفه ثانيه مايك لنستكمل اخبارنا لليوم. وصلنا لاخبارنا المنوعه لليوم. عاد اخبارنا المنوعه ساره، خلينا نسمع اول خبر واول يعني اكتشاف على شو عثروا العلماء او المستكشفين. خلينا نقول تم العثور على بقايا قد تكون لمتسلق الجبال الإنجليزي أندرو إيرفين الذي فقد في إيفرت قبل 100 عام. جاء ذلك في تقرير لمجلة ناشونال جيوغرافيك، حيث اكتشف فريق المجلة حذاء يحتوي على بقايا بشرية وجورب يحمل أحرف إيرفين تحت المنحدر الشمالي لجبل إيفرست. المصور جيمي تشين قائد الفريق أشار إلى أن هذا هو أول دليل حقيقي على مكان وفاة إيرفين، مما يضيف معلومات جديدة حول أحد أعظم ألغاز المغامرات. كان إيرفين جزءا من بعثة استكشافية بريطانية عام 1924 والتي اختفت مع المتسلق الشهير أنذاك جورج مالوري الذي تم العثور على بقايا جثته عام 1999. وتشير الأبحاث أن الرجلين كانا مزودين بكاميرا واحدة أو أكثر يمكن أن تحتوي على أدلة على الإنجاز الذي حققه. في عام 1933 عثرت بعثة استكشافية على قناع أكسجين ومعول ثلج يعودان إلى أندرو إيرفين، لكن عمليات البحث لم تفضي على العثور على كاميرا المتسلقين الراحلين. وإلى اليوم لا يزال سبب وفاتهما أو وفاة البعثة بشكل عام كل الأشخاص غير معروف. رحلات المستكشفين ومغامراتهم والصعوبات اللي بيقابلوها كانت موضوع خصب جدا لصناع الأفلام والسينما على مر دهوره. يمكن هم اللي نقلوا لنا بصورة أكبر فعلا، لأنه معظم هذه الأفلام ترتكز على قصص واقعية الصعوبات اللي بيقابلوها. فأن تكون هناك أسباب غامضة أدت إلى وفاتهم يعتبر كأنه لغز. بنحب أنه نستكشف ونعرف أنه الأسباب المؤسفة التي أدت إلى أنهم يتوفوا أكيد كانت صعبة يعني. صح. فما بعرف. وفي السابق ما ننسى كمان الرحلات الاستكشافية كان في كتير يمكن الأشخاص فقدوا يعني بهذه السنين، يعني قديما جدا نحن عم نحكي. اليوم يمكن موضوع التواصل صار أسهل، الانفتاح اليوم العالم يمكن عم تعرف البعثة هيدي لوين عم بتكون رايحة، عم بيكون في فرق إنقاذ موجودة. جي بي إس وغيرها أصبحت تسهل العثور عليهم حتى في حالة أنه فقدوا أو فقد الاتصال بهم.
يعني هناك أسرار كثيرة يمكن، وبعضهم عم يعني حاولوا البحث عن معلومات أكثر لهذه البحثة بالتحديد، لأنها كانوا من المتسلقين الأشهر في تلك الأعوام. وأنا كمان رح أكشف لك اليوم سر وسر لعدم التركيز في العمل، والذي يمكن مشاهدينا أن يكون أو تكون أسبابه كثيرة. التقارير تشير إلى أن عوامل تشتيت الانتباه في العمل قد تشمل رسائل البريد الإلكتروني المستمرة والاجتماعات غير الضرورية وحديث الزملاء المطول. وفقاً لمجلة فوربس، يتعرض حوالي نصف الموظفين لتشتيت انتباههم مرة كل 30 دقيقة، ويعاني ثلثهم من تشتيت مرة كل 15 دقيقة. ويؤثر أو تؤثر هذه الانقطاعات سلبا على الإنتاجية، ويستغرق الأمر في المتوسط 23 دقيقة للعودة إلى التركيز بعد انقطاع. كما أن هذه الانقطاعات تؤثر على المعنويات، حيث أقر 34% بأنهم يحبون وظائفهم أقل بسببها. العمل عن بعد يزيد من هذه العوامل بسبب مشاغل مثل الأطفال أو الانشغالات المنزلية. وقد تم طرح طرق للحد من عوامل التشتيت، نذكر منها تجنب تعدد المهام وحصرها في المهم ثم أو الأهم ثم المهم، فترات استراحة منظمة، وأيضا التخلص من تشتيت العمل عن بعد، وتقسيم الوقت بين المهام، تقليل الاجتماعات وحصرها في الضرورية منها، إيقاف تشغيل الإشعارات وحصر مدة معينة للرد عليها ومطالعتها، وأيضا وضع حدود للزملاء الثرثارين. وباتباع هذه الاستراتيجيات يمكن للموظفين تعزيز تركيزهم وانتاجيتهم في بيئة العمل. هذه الدراسة أنا بحب ضيف نقطة من الأسباب التي تؤدي إلى تشتت الموظف من أداء العمل، أنه يكون في إجازة ويرجع من الإجازة بيكون محتاج وقت، يعني أنه يرجع. ما عم تحكي عن شيء شخصي؟ لا أبدا أبدا، أنا عم بحكي عن شيء علمي. يعني دراسة أنا عملتها وأنا قاعدة هون على الكرسي. أوكي. وكانت هاي النتائج. بهالمناسبة أنا برحب بعودتك بعد الإجازة. وأنا بتشكري إذا رجع ذكريني اسمك شو كان قبل الإجازة. موضوع بالفعل تشتت بالعمل. هلا بدي أقول لك شغلة، نحن بطبيعة عملنا نحن عم نكون على الهواء مباشرة، يعني ما في عنا حل، موضوع التركيز بدنا نكون 100%. صح. ولكن لما نكون تحت الهواء مشاهدينا وعلى المكاتب ما فينا نقلكم التشتت اللي بيصير. هلا رح اقول شيء هون، بس قبل خلينا يعني نشكر مدراء المسرح دائما، اللي هي الوظيفه اللي بيكون موجود عندنا، لانه دائما بيحرصوا انه اجواء الاستوديو تكون اهدأ شيء، واللي بيساعدنا كثير بالتاكيد على التركيز. بالنسبه لي التشتيت برات الحلقه عهد، خلينا نتفق ونعترف انه احنا الزملاء الثرثارين اللي لازم يسكتون. ما أنا ما حبيت كثير أحكي عن هذا التفصيل، بس إنه ما في شيء بنقول. على كل حال يعني نحن بنعمل شوية أجواء بدون ما نفوت بالتفاصيل أكثر من هيك. شو رأيك نروح على فاصل؟ روحي على فاصل. فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل مبادرات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحروب، ابقوا معنا. من جديد صباح النور مشاهدينا، واهلا وسهلا بكل من انضم الى حلقتنا. صباح النور عهد. صباح الخير مجددا ساره. اذا مشاهدينا، في زمن الحروب والازمات والكوارث تكثر المبادرات الانسانيه ان كانت فرديه او اجتماعيه، ولكن برزت في الاونه الاخيره بشكل كبير المبادرات التي قام بها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي عهد. صحيح سارة، فحصدوا المساعدات التي طلبوها وحصدوا أيضا إعجاب وتقدير المتابعين. من هنا نستضيف معنا اليوم المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة عباس. صباح الخير فاطمة. صباح النور عهد. صباح النور سارة. شكرا لاستضافتي. أهلا وسهلا. أنا كتير مبسوطة أن يكون معكم هالمرة، لأنه قناتكم واصلة كل بيت ومستقيتها عالية، وهذا الشيء واضح طبعا والناس كلها بتتابعها. شكرا لك، نورتينا فاطمة. يعني بداية أنت لبنانية طبعا. أكيد. غير عن موضوع يعني الوطنية للبنان، اليوم عم نشوف هالمبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي من المؤثرين. ما الذي دفعك للقيام بهذه المبادرات اليوم؟
بحس نحن دورنا كمؤثرين ما المفروض ينحصر بس بانه نحن شو نلبس او كيف نحط ميك اب او وين نروح وشو ناكل وهيك، بحس هيدا دورنا الحقيقي لازم هون يبلش، لانه العالم محتاج شيء حقيقي ونحن مش عايشين ببابل لحالنا، يعني العالم عم بيصير فيه كل هالشيء ونحن حنكون قاعدين ببيوتنا وكأنه شيئا لم يكن، اكيد لا، فلازم يكون في عنا مبادرات بهيك حاله ولازم نبين حقيقتنا كمؤثرين وتبين انسانيتنا بهالادوار اللي هلا عم نعملها. فاطمه للاسف مثل ما في المؤثرين اللي بياخذوا هالوقت ليوقفوا حد اهلهم وحد ناسهم وحد دولهم، في اللي بيستغلوا هالوقت، يعني صرنا بنعرف كلمة تجار الأزمات ومستغلي الأزمات. اليوم صار صعب جدا أنه نقنع حدا على السوشيال ميديا أنه يتواصل ويدعم ويوقف ويصدق، صح، من كتر الفيك اللي عم نشوفه، صح. كيف قدرت يكون عندك هالمصداقية للعالم فعلا تتواصل معك وفعلا تعطيك الثقة بهالموضوع؟ اوكي، نحن بلشنا اول شيء مش بحرب بس لبنان، بلشت من سنه بحرب غزه. لقيت بتعرفي لما الانسان يحس حاله قليل حيله ولازم يعمل اي شيء ليحس انه عامل فرق، وسبحان الله كلنا حسينا وتعبنا ومرضنا لما كنا نشوف هالاشياء عم بتصير ونحن قاعدين ببيوتنا وكانه ما عم بيصير شيء، فكل واحد كان عنده من جواته بده يعمل اي شيء تيساعد هالعالم. فمن هي من هون بلشت، والناس سبحان الله صارت ذكية كثير على السوشيال ميديا، صارت تعرف تفرق بين الإنسان الحقيقي والإنسان الفيك. وكنت يتواصلوا مثلا معي عالم، اتواصل أنا مع جمعيات، اتأكد من العالم إنه هدول جمعيات وصلت لهي العالم، وعلى هذا الأساس صرت أي تراست جمعيات، طبعا أولهم قطر تشاريتي، يعني الواحد ما في قد ايه يشكر قطر تشاريتي لانه دوره كان كثير كبير بغزه وهلا الحمد لله كمان بلبنان. فبحس العالم صارت تشوف الوجوه، ونحن كمؤثرين اذا نزلنا ورجعنا ثاني يوم نزلنا انه عم نرقص او ظاهرين او هيك، طبيعي الناس تشوف انه هيدا الشيء كذب مش حقيقي، صح. اما اذا انت كنت عم تنزلي كونستنتلي وعم تحكي بنفس الموضوع من اول يوم داي 1 لهلا، حيعرفوا انه اوكي قد ايه حتمثلي شهر شهرين ثلاثه، بس مش حتمثلي سنه اكيد، ما انت موقفه كل حياتك على هيدا الشيء. فأكيد الناس بيوصلهم هذا الشعور وبيقدروا يعرفوا الفرق بين الإنسان الحقيقي والإنسان الفيك. صح. فاطمة اللي بتابعك أيضا وكما ذكرت أنه مش بس اليوم أحداث لبنان واللي عم بيصير هو اللي حمسك أكثر، ولكن من يعني أكثر من عام من الحرب على غزة وأنت عم بتتابعي وعم بتقومي بالمبادرات طبعاً. في كتير أشخاص يمكن خلينا نقول تحمسوا يمكن طبعاً. أول فترة أكيد. ولكن بعد فترة خلص زهر. مثل أنه يمكن زهقوا يمكن تعودوا على المشاهد اللي دائما نقول لا تعتادوا المشهد يلي عم بيصير، فأنت شو اللي خليك تضلي كل هيدي الفترة مواصلة بهيدا الحماس أكثر؟ شوفي أنا كنت في شغلة أولى دائما، موضوع هي مش اعتادوا، هي أكثر زهقوا، لأنه ما في إنسان ممكن يعتاد على هيك وحشية، أنت كإنسان مستحيل كل ما تشوف هالمنظر حتتضايق، ولكن في ناس اختارت أنها ما تشوف، ما بقى تشوف كرمال تقدر تكفي حياتها. هلا نحن كلنا مكفين حياتنا، يعني ما فينا نقول نحن ما عايشين، نحن عم ناكل وعم نشرب وعم نظهر، بس انا كنت اللي دائما اقوله انه ما في داعي نصور هالاشياء بهيك وضع، يعني نحن كانفلونسر اكيد عنا حياتنا ونحن كناس عايشين بقطر وبالخليج عامه عنا حياه رفاهيه والحياه بسم الله يعني كثير مريحه لالنا، فما في داعي نصور كل شيء، يعني كلنا عارفين انه بناكل وكلنا عارفين انه بنلبس وكلنا عارفين انه عنا سيارات. Why are we doing that يعني؟ وسبشلي كانت يعني أكثر شيء ضايقني المؤثرين اللي هني أول فترة حكوا وبعدين رجعوا يعملوا إعلانات يعني للمقاطعة لبراندات مقاطعة، طب ما أنتم كأنكم عم تقولوا بحب بلدي بس بأذيها، إنه doesn't make sense يعني. طيب خلينا نجي نحكي عن المساعدات، يعني قلتي جملة عجبتني إنه لما توصل لقلة الحيلة وتصير عم بتفكر شو فيك تقدم لازم يعمل إنجاز ضروري تعمل شيء، شو نوع المساعدات اللي فكرت فاطمة إنها تقدمها بهالوقت كرمال ما تقعد مكتوفة الأيدي مثل ما بيقولوا؟ هل مساعدات مالية؟ هل مساعدات معنوية؟ هل اليوم في كمان احتياجات عم بنشوفها على الأرض تتنوع هالاحتياجات بين كل شيء؟ بنعرف انه في عالم تهجرت من بيوتها وتركت ونزحت، سو احتياجاتها عم بتزيد يوم عن يوم طبعاً. شو نوع المساعدات اللي عم بتقدمها؟ كل الانواع، لانه كل شيء كان يطلع بايدنا نحاول نعمله، يعني احنا حاولنا نطلع عالم ايام غزه ونطلع هلا عالم وقت لبنان، حاولنا نقدم مساعدات مثل ما قلتي فرش ثياب وهي اللي جمعناهم من ثلاث ايام تقريبا،
حاولنا كمان مساعدات مادية نوصل للبيوت اللي مثلا في ناس كتير طلعت من بيوتها هريبة، لا حملوا معهم مصاري، لا حملوا معهم شيء، مع انه هن كانوا مقدورين وحياتهم منيحة. ومثل ما بنعرف هلا مشاكل البنوك بلبنان ما بتخلي العالم تكون سهلة عليها انه تاخذ الاجر وتروح تدفع، فكمان ساعدنا هدول العالم. فكنا عم نتناول كذا الناس المرضى اللي عندهم بدهم سراير مستشفى، كمان هدول محتاجين كمان يعني حالات خاصة. فكنا عم نتعامل مع كذا حالة والحمد لله، وكنت عم بتأكد أنه كل حالة فيهم تاخد حقها 100%، الحمد لله يا رب. أيضا ذكرتي التعاون مع منظمات، مع قطر الخيرية أو غيرها من المنظمات، كيف كان هيدا طريقة التعاون خلينا نقول؟ وفي كتير أشخاص يمكن اليوم عم بتساعد أو بتخاف تساعد لجهة معينة، بتخاف هالمساعدة يمكن ما توصل. أكيد قطر الخيرية غنية عن التعريف يعني. ولكن هل في يمكن جهات تانية عم بتأكدوا للناس اللي عم تتبرع أنه مساعدتكم عم توصل؟ هلا بنين انا تعاملت معهم ايام انفجار البورت، يعني انا موضوع الفعل الخير عندي هيدا انسانيتي شوي عالي من زمان، مش وقت الحرب. فوقت الانفجار كمان تعاملت معهم وكنت عم بتاكد انه عم بيوصلوا للعالم. فخلص وانس يو ورك مع حدا بتصيري مأكده منهم اكثر. واول فتره يعني اي تيستد نوعا ما، كنت ابعتهم لعالم معينه وارجع احكي مع هدول العالم بس اتاكد، لا اتاكد لانه كمان هي مصداقيتي مع العالم. اذا بدي اقول لهم روحوا تبرعوا هون ويطلع غلط، كمان هاي مش حلوه بحقي. فكنت عم حاول كمان قد ما في وصل المصاري لمكان الصح. فاطمه، كثير من المؤثرين اللي اختاروا انه ما يحكوا كانوا بيقولوا انه بيخافوا على متابعينهم، لانه المتابعين ما بيتابعوا، بدهم ماده ترفيهيه. البعض الاخر من اللي اختاروا انهم يحكوا كان عندهم شهاده مختلفه تماما، انه لا، حتى نوعيه متابعينهم، اسف على الكلمه، نطفت اذا فينا نحكي. صح. شو شهادة فاطمة بهالمكان؟ هل فعلا خسرتي متابعين أم كسبتي متابعين؟ ويعني خبرينا أكثر على هالنقطة. شوفي، أول ما بلشت طبعا أول فترة مثل ما قالت عهد أنه كل العالم كانت بعدها فايتة بالموجة ومعصبة والغضب وهيك، بعد شوي بتصير شوي شوي العالم تخف. هي العالم اللي بتزهق، العالم اللي بترجع لحياتها الطبيعية. متابعين اكيد تغيروا كثير، كثير ناس راحت من عندي. هلا اول شيء لانه انستغرام كان عم بيحاربني نوعا ما كثير، اول فتره كل ما نزل يسكر لي اكونتي، يعني تسكر كذا مره وهيك. فلا، خسرت كثير متابعين، بس هلا بشوف متابعيني اللي متابعيني بيشبهوني، يعني صاروا كله الناس هيك كلين. ما في عندهم يعني، مش انه فاطمه يي بس فاطمه لتلبس او فاطمه لتحط لنا ميك اب او فاطمه لتصور لنا ايفنت فلانه، لا، صاروا خلص بيعرفوا انه فاطمه من جوا غير، انه هاي خلص نتعامل معها. بتصيري تبني علاقه مع متابعينك، سبحان الله بيصير في ثقه بينك وبينهم، شفافيه اكثر، وبيصيروا يصدقوكي بكل شيء لانه هن عارفين انه انت ستريت فورورد. يعني نوعيه المتابعين اليوم ايضا تغيرت يمكن طبعاً. مع الاوضاع يلي عم نعيشها اليوم بعالمنا العربي بشكل عام، صار النقد اكبر، وصارت الناس يعني عم تحاول انه مثل انه تمسك اي شيء على اي مؤثر بس حقيقة. عشان يمكن الانتقادات ايضا اليوم السلبيه. هل اليوم تبحثي عن هذه الانواع من المتابعين فقط او هن عم يبحثوا عنك؟ شوفي، لا شك عهد انه بس يتابعوكي عالم حتلاقي كثير نقد، يعني شو ما تنزلي ما حتلاقي كل العالم عم تقول لك اوكي. لانه مش لانك انت ممكن تكوني عم تعملي شيء غلط، هلا ممكن انت عم تعملي شيء بكل نيه صافيه، ولكن سبحان الله في ناس بيقولوا بقلوبهم مرض، يعني دغري بتشوف الموضوع من يعني من طريقه ثانيه، انه اكيد هي قاصده في شيء مش منيح، اكيد عم تحاول توقع حدا، او اكيد عم تحاول تبين حاله. تكوني انت اصلا ما ببالك هذا الموضوع. يعني صار معي موقف ما كثير من زمان، من 3 أيام تقريبا، انه انا عملت فعل خير فعليا مع معرض، يعني مش كرمال بس بوثات الفلسطينيه اللي كانت فيه. اجاني هجوم انه انت عم يعني مثل كانك عم تتطاولي على البلوجرز اللي عملوا اعلانات للمعرض. انا ما كنت اصلا ما بعرف عنه شيء للمعرض. في ناس شو ما عملت حتى مبادرات انسانيه بتكون، فهي بدك توصل لقناعه انك انت ما حتقدري ترضي الكل، بس اذا انت راضي ربك وراضي ضميرك وشايف اللي عم تعمليه صح، جست هيدا بدي يعني اختم معك بهيدا السؤال وبسرعه خبرين. هيدا اللي تغير من حواليك، شو اللي تغير جوات فاطمة؟ لأنه واضح أنه هالتجربة تغيير المسار خلينا نقول اللي قطعتي فيه غير كمان جواتك. كيف تغيرت فاطمة؟ كيف تغيرت من الصبية الحلوة اللي بتلبس وبتغطي إيفنتات وبتحط ميك أب، لا الحدا اللي مهموم وعم بيتابع حدا بالطريق أو حدا عايز فرشة أو غيره أو غيره؟
180 درجة. حتى تغيرت أولوياتي بحياتي، تغيرت أولوياتي مع أولادي مع عائلتي، صرت حس أنه صرت شوف قيمة الأشياء اللي إحنا كنا عايشين فيها وما عم نحس فيها. حتى قيمة العائلة صارت مهمة بالنسبة لي، شوف أنه الوقت اللي عم أقضيه مع أولادي أهم بكتير من أي إيفنت رح أقعد فيها. صرت حس بقيمة الأشياء أكتر، أقدر أكتر، أقدر الأشياء البسيطة اللي هي نحن كنا نفكرها بيومنا الطبيعي هي منا شيء، ما كنا نشوفها حتى كنعم، صرت تشوفها كنعم. كثير أشياء نزلت من عيني. يعني كنت قبل بعتبر حالي كفاشن بلوجر، كنت كثير أهتم إني أنا ألبس براندز، وهلا بتطلع إنه واي فقدوا نظرتك للأمور تغيرت. يعني أنا بدي ألبس هاي البراند وأنا كمان عم بدفع كرمال أقتل الأطفال، why would I do that؟ فصرت لا، في كثير اشياء تغير بحياتي. صرت اعرف انه قيمه الانسان، بعتذر سوري، صح، صرت اعرف انه قيمه الانسان مش بلبسه ولا بالماركات اللي بيلبسها، هو قيمته بجوهره من جوا. اذا جوهره نظيف كل شيء تمام 100%. يعني على كل حال بنقول لك الله يخليكي بهالهمه، ونحن معك ومتابعينك، متابع كل شخص بالفعل يعني بيقوم بهالمبادرات الانسانيه، لانه بيعرف انه هو مؤثر، وحتى لو اثر بشخص واحد بيكون عمل خير واكيد عمل فرق كبير. أكيد. نتشكرك نحن أكيد. فاطمه عباس مؤثره كتير. على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا كثير ساره، شكرا كثير. شكرا لك. باخذكم على سوريا. الى سوريا. نروح على سوريا. إلى سوريا مشاهدينا، حيث اختار أحمد الأحمد فكرة مشروع فريد، وهي تحويل سيارة إسعاف إلى مقهى. التفاصيل في هذا التقرير. كان عندي براكية هيك حاطة قدام دكان لجيراننا، صرت تضايق العالم من الروحة والجية، وصار شكلت عبء على الجماعة. ابتكرت هالشغلة هاي، اجتهدت فيها سيارة إسعاف، عملت فيها بركة وقهوة وأندومي، يعني موقع كويس على الطريق العام. ما عجبني المحل أو ما صار عليه مثلا شغل، بطلع على غير محل، في ملعب رياضة، في مثلا سوق مواشي بطلع عليه، بتنقل من محل لمحل، وآخر النهار آخر السهرة بسكر هالسيارة وبحط بشي محل، والصبح بيجي ونفس العملية. والحمد لله في إقبال، والشغلة المميزة أنه عملت بنفس السيارة بركة، يعني تجي شباب تسهر مثلا، تسامر أحاديث هموم هالحياة، يعني المهم قهوة مصغرة من عابر سبيل، من أصحاب أصدقاء مثلا، ألو وينك، أنا بالقهوة عند أبو الشيخ، بيجي صاحبه، بيجي رفقاته، نبرك نسهر نشرب قهوة، وكل من يروح على حال سبيله، والحمد لله ماشي الحال، يعني باب معيشة. الزلمة ما عنده مال وإمكانية يستأجر محل، اليوم أجار المحل 20-25 دولار، فراح اشترى هاي السيارة، وهين هالمنطقة هاي تعتبر يعني بنص الكنيسة بنياز، بنص الكنيسة، وبنفس الوقت هو ابتكر المشروع يعني فريد من نوعه، يعني من باب المعيشة، وهي صايرة زاد هالفكرة أبو الشيخ ابتكرها، يعني صايرة هين يعني ملتقى الشباب عنده، يعني بو أحيانا شباب أنا يعني كل أسبوع 10 أيام من الكنيسة، من ضمن الكنيسة ما أشوفهم، هين برق هواء أشوفهم. وصلنا مشاهدينا إلى فقرة يلي بنطرح فيها سارة سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأسئلة دائما مشاهدينا يعني نحن ننتظر إجاباتكم عليها وإبداء رأيكم طبعا. سؤال لفقرة اليوم، شو كان السؤال سارة؟ سؤالنا كان مع أم ضد العيش مع العائلة بعد الزواج؟ تفاعلكم كان كبير جدا مع السؤال، واضح أنه كثير عالم بتعاني أو معه بشدة كمان، صح. إجاباتكم توالت، دعونا نستعرض بعض الإجابات. عهد هون زهير يقول في حالة الأم والأب الوحيد لابن أو ابنة واحدين مفروض العيش مع العائلة لرعاية إحدى الأبوين. وروز تقول لا، ألف مرة لا، أسرة الزوج ولا الزوجة عن تجربة ما عم بتعاني. طيب فاطمة تقول ضد الاستقلالية لا تقدر بثمن. ومرام تقول كل واحد له كيان وحياته الخاصة، وصرنا بوقت ما عاد حدا حمل حدا هالأيام، أهل البيت ما لهم طيبين ليجيهم الكنة أو الصهر يسكنوا معهم.
وأم بناتي بتقول العيش مع العائلة يعلم الأبناء حب الآباء والأمهات، وذلك من خلال حبنا لآبائنا وأمهاتنا. في تعليقات أيضا، فاطمة أعتقد تقول مع عايش مع عائلة تعاون وحياة تكون حلوة. بنان ضد طبعا، أحلى بكتير. وفاء دانس تقول ضد، وأيضا آخر تعليق ضد. يعني أغلب التعليقات سارة عم بتكون ضد. أيضا من عنا أم سامي تقول ضد، لأن تزوجت بعائلة وعائلة كبيرة كمان، وهذا غلط. مو بس ضد، حابة ابني يكون جنبي ما يبعد. أكيد ما رح أرجع نفس الغلط اللي عشته أنا ناوي أعيشه تانية. أماني بتقول لا ولا 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 وعبد الرحمن ما في أحلى من العيش بالعيل. أنت يمكن لحالك عم بتغرد مع التعليقات الأخرى اللي شفناه هون. أغلب التعليقات عم بتكون ضد، يعني في منهم عن تجربة، في منهم رأيهم بهذا. أنت مع ولا ضد؟ أنا أعتقد أنه الموضوع إذا شخصيا يعني أنا ضد، لأنه الاستقلالية حلوة بالنهاية. أنت لما تأسسي عائلة، إذا كنت متواجدة مع عائلة كنت موجودة أصلا مع موضوع أنه التدخلات أو التربية أو هذه الأمور يعني مع الأولاد، أكيد رح تحدث فرق، وأكيد رح يكون في يعني اختلاف بالآراء. فأنا أعتقد الاستقلالية مهمة جدا لحتى أنت تكوني عائلة، مثل ما أهلك كمان كونوا عائلة هن مع نفسهم. ولكن يمكن في بعض الأشخاص أو بعض العائلات عندهم ظروف معينة، يعني هذه نحن ظروف حنخليها على جنب، رح نحكي عنها. يمكن كانت ظروف اقتصادية أو اجتماعية أيضا. أنا مع، صدقتين أكيد لا، أكيد لا، لا أنا مش معاه. أنا مع المثل اللي بيقول بارك الله ببيت طلعت منه بيوت. حلو إنه نشوف العيلة طلعت منا عيلة والولاد راحوا وصارت العلاقة بيناتهم حلوة. بتجي أوقات بيكون في ضرورات معينة قد تجبر يعني العائلة إنها تلتم في بيت واحد، أو إنه يصير عندها تغييرات معينة. ولكن إنه الوضع الطبيعي والدائم ضروري يكون انه كل واحد ببيته، كل واحد بمكانه وبمساحته الخاصه، ليكون فيها الاستقلاليه حتى بتربيه. وبعدين بدي اقول لك يعني انت بتعرفي التيتا والجد وقد ايه بينزعوا تربيه الاولاد، بيدلعوا الاحفاد. صح، فحلو يروحوا يتغنجوا شوي كل فتره وفتره ويرجعوا. نحن بنروح اجازه صغيره يمكن طريقه دلعهم، ونرجع من رب من جديد، نرجع من اول وجديد. ماما شكرا على كل الدلع اللي بتدلعيه لابني، ولكن حلو فتره وفتره وبنرجع لا يمكن القوانين اكثر. هي كان رايي انا وراي عهد، وانتم مشاهدين دائما تفاعلوا مع سؤالنا اليومي اللي بيكون موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الان الى فاصل، فاصل أخير مشاهدينا، ونعود نكون بعده مع كلاكات. ابقوا معنا. عودة مجددا مشاهدينا في صباح النور، وصلنا إلى القسم الأخير والذي نبدأه مع فقرة كلاكات، وأكيد مع ماري تراز. صباح الخير. صباح النور، صباح النور للمشاهدين. شو الأخبار؟ أخبار منوعة اليوم. منوعة، شو عنا؟ بشو رح نبدأ؟ رح نبلشها من ديزني والتحضير لجزء ثالث من سلسلة الكوميديا والرومانسية The Princess Diaries، يلي بدأت بأول جزء عام 2001 ورجعنا شفنا منها جزء ثاني بال 2004. وبعد مرور حوالي تقريبا 20 سنة دخلت هالشركة بمفاوضات نهائية مع المخرجة أديل ليام لمخرجة فيلم ريا اند ذا لاست دراجون لتكون هي مخرجة هالجزء الجديد. من المنتظر أكيد عودة بطلة هالسلسلة آن هاثاواي للجزء الثالث بشخصية ميا. هلأ بعد مرور 20 سنة آن هاثاواي تغيرت ولعبت شخصيات، مع أنه برعت بهالشخصية لكن لعبت شخصيات عديدة ومختلفة وأدوار أثبتت جدارتها. قد ايه رح يقدم أو يعطيها إضافة لمسيرتها المهنية؟ هون السؤال بهالسلسلة. لكن كثير عم نشوف إعادة هيك أفلام كانت يعني بسنين كثير بالسابق، واليوم عم بيرجعوا أو يضفوا أجزاء أو إعادة يمكن صياغتها بسيناريوهات جديدة. مزبوط، عاد يمكن خلصوا الأفكار، يمكن ما بقى في أفكار، كله عن الروبوت صار والتكنولوجي عم بيرجعوا لورا. عم يرجعوا هلا، يمكن بمعظم الأحيان هن عم بيفتشوا على القصص الناجحة يرجعوا يعني، ممكن لأنه الجديدة ما عم تنجح كفاية.
هون كم سنة وبنقدر نكتشف شو الأفضل. كشف بالخبر الثاني، كشف النجم تيم ألين وتوم هانكس أنهم راح يكونوا مع ديزني بالإنتاج جزء جديد وهو الخامس من توي ستوري. وقال ألين بوب إيجر رئيس ديزني أنه الفيلم قيد الإنتاج وبالفعل راح يتواصلوا مع توم وأنا لإعادة تمثيل الأدوار، وعم بيقوموا بهيدا الجزء الجديد مثل ما كانوا أبطال السلسلة القديمة. أنا من عشاق توي ستوري الجزء الأول، جزء يعني عملوا الثاني والثالث يعني خلاص الجزء الأول هلأ صرنا بالخامس. صح، كانت فكرة يعني توي ستوري رغم الانتقادات الكبيرة يلي حصل عليها الجزء الرابع، لكن صح هناك جزء خامس لأنه هالسلسلة من أنجح سلسلات. نشوف إذا حيقدروا يعوضوا الانتقادات يلي صارت والخسارة اللي كمان لأنه منع تم منع عرضه ببعض البلدان. رح ننتقل لخبر آخر، وعم بيقوم النجم العالمي ويل سميث بإنتاج فيلم سيرة ذاتية عن النجمة العالمية صديقته رائدة الهيب هوب الكوين لطيفة، حيث أكد موقع ديدلاين إنه الفيلم رح يكون واحد من مجموعة من الأفلام للسيرة الذاتية الجديدة يلي عم تنتجها مجموعة من الشركات وبتركز على نجوم مبدعين من هالنوع. رح تعمل لطيفة كمنتجة بهالفيلم إلى جانب سميث واللي أعلنت عن حماسة عن الفيلم قائلة دخلنا جميعا إلى هذه الصناعة معا وشكل الهيب هوب واحد منا وامتد تأثير الهيب هوب إلى ما هو أبعد من مجرد موسيقى وقدروا يخلقوا انطباع وعالم ثقافة ومجتمع بشكل عام، وهو حلم أنه يكونوا قادرين على التعاون مع الأصدقاء والزملاء يلي رح يكون عندهم طموحات مشتركة ويقدروا سوا يخبروا قصص عن حياتهم. كمان قررت شبكة The CBS يلي عم بتقوم بإنتاج The Equalizer إنه تقوم بجزء خامس واللي هو بطلته كوين لطيفة، إنه يكون في جزء جديد من بعد نجاح أول أجزاء من بعد العرض للموسم الرابع يلي كان من 10 حلقات. هالمسلسل هو من تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وأكيد وفقاً للتقارير يلي تم نشرها حسب تي في سيريز فاينل عم بيقولوا إنه هالسلسلة الجديدة من ذا إكوالايزر راح تكون حول كوين لطيفة يلي عم تلعب دور امرأة غامضة تستعمل مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص يلي عندهم مكان آخر ما عندهم مكان آخر إنهم يلجأوا لإله. كوين لطيفة يعني صراحة مبدعة، عندها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا بعالم السينما خلينا نقول، والناس بتلاحق أعمالها. اليوم إنه يكون عم بيكون في سيرة ذاتية عنا بعتقد راح يكون له تأثير كبير ونجاح لهذا الفيلم. فعلا عفوا على صوت ال سلامتك سلامتك ماري ترد، حبي كفر عندي حفلة امبارح وما قدرت. ففعلا مثل ما ذكرتي ونحن بانتظار نشوف كمان لما يكون في تعاون بين اصدقاء كيف بتكون النتيجه، بتكون يمكن فيها اكثر مصداقيه وحقيقيه. حتى ويل سميث يعني اي عمل بيقوم فيه كمان بنعرف ناس قد ايه تلحق اي عمل بيكون فيه ويل سميث ان كان على الشاشه يعني ان كان عم نشوفه بالافلام او بالانتاج ايضا. فعلا رح ننتقل لخبر آخر، حيث خسر النجم العالمي أرنالدو بلوم ما يقارب من 23 كيلو بثلاث أشهر فقط للتحضير لفيلمه الجديد يلي هو عن الملاكمة بعنوان The Cut واللي طرح ب 6 سبتمبر الماضي بعدد من دور السينما بكندا وبانتظار أنه يكون بكل دور السينما حول العالم. هالأمر خسارته لهالوزن الكبير كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حبكت الفيلم يلي أخرجه تشان أليس حول رحلة رجل لفقدان الوزن الشخصية يلي عم بيقدمها بلوم بهالفيلم، وهو على وشك الانهيار بمحاولة أنه ينقص الوزن بالوقت المناسب ليلعب مباراة كبرى، وكل هالشي تحت ستار مدرب مشبوه بأمره هو جو تورتو. عم بيقولوا الاستوديوات انه هالفيلم يلي سبق وشارك بمهرجان تورونتو السابق كان حقق نجاح وحقق فينا نقول لفت انظار الموجودين. قالت عنه مجله فرايتي حيث صرح الممثل انه قلل من الطعام بشكل اساسي على مدار فتره 3 اشهر
حتى قبل التصوير مباشرة، ولما كان عم بيحاول يخفف وزنه ففقد 23 كيلو، حيث كان وزنه حوالي 83 كيلو، ومن بعدها فقد كتير من الوزن وكان عم بيعاني من تحديات عقلية وجسدية أيضا بسبب فقدان الوزن. وأكد بلوم أنه تحوله الجذري كان مثير ومرعب، مضيف أنه فوجئ أكثر بالجانب العقلي من الأمر مثل الحرمان من النوم، ومش بس السعرات الحرارية اللي خسرها، لكن العيش بحالة ذهنية لفترة من الوقت تحدي كبير. فهيدا الأمر مثير أنه شخص عم يعطي لما هالقد بتخسر كمية من الوزن شو ممكن يكون في عندها تداعيات. هالعمل هو استنزف منه الكثير، وحتى منشوف خلال هيدا استنزف دم واضطر انه يتعامل مع وزنه، لكن بعتقد انه هيدي اشاره على انه العديد من اللاعبين بهاللعبه بيعيشوا بهيك اجواء. قديش في افلام وقصص يعني خلت ابطالها انه يعيشوا تحديات وصعوبات كثير كبيره ما قبل التصوير بكثير، يعني في كثير اشخاص اضطروا انه يغيروا مثل ما فقد كثير وزنه، يعني بشكله بشعرهم بكثير، في يعني ممثلين ضحوا خلينا نقول بمظهرهم الخارجي، في منهم يمكن نصحوا حالهم خلينا نقول، في منهم ضعفوا حالهم، في تحديات كثير كبيره عن جد يعني قبل بالكواليس خلينا نقول وتحضيرات قبل تصوير هذا الفيلم، بتاثر اكيد على نفسيتهم كما ذكرتي ايضا، يعني عقليا كان حاسس في تغيير بحياته بتاثر قبل التصوير، ولكن هي تضحيات الممثل اللي هو مظهر والعام هو جزء من خلينا نقول متطلبات العمل السينمائي، متطلبات العمل بتخليه انه يفوت بالشخصيه وانه يقدر يؤدي الدور بطريقه جيده، ومنهم كثير حصلوا على جوائز وكانوا عاشوا تحديات الشخصيه. ونحن ما بنعرف، نحن بنتابع ساعه او ساعتين الفيلم ومننبهر بس هو بيكون قاطع بمراحل عديده وأشهر. قبل اهم شيء عرفنا انه بثلاث شهور قطعوا الاكل 23 كيلو بس بس عقليا شكرا لك ماري تريز على الأخبار السينمائية لليوم. إلى العاصمة الليبية، فبعد إهمال لسنوات ماضية تم تأهيل غابة جود دائم غرب طرابلس، وذلك عبر إضافة عدد من المباني المهمة وزراعة الأشجار يؤهلها لاستقبال الأحداث الكبيرة محليا ودوليا. هذا وتعد الحديقة متنفسا للعائلات في مجمل المنطقة الغربية من ليبيا. نتابع. بارك الله لجماعة اللي واقفين لي هالغابة وحصلين هذا المنفس. المنطقة الغربية تعتبر تامة يعني، فهمت؟ مش غير أنا شو بنقول لك، أنا جيت يوم وش قريت شوف العائلات كلها وما شاء الله أمن وأمان ونظافة وكل شيء، الصراحة الحق مجهزينها صراحة. المنفس الوحيد اللي عندنا في المنطقة الغربية الغابة هي، ما عندناش وين نمشوا، احنا ثلاث أرباع المنطقة هي الغابة هي، ولاقينها ما شاء الله الصراحة. الأخيرة صارت إضافة في المباني، إضافة الصلاة وبعد الصلاة للتدريب، إضافة ملعب إنشاء وصيانة ملعب كرة القدم بإذن الله، أيضا صيانة المسابح وإنشاء شاليهات ومجموعة من الشاليهات لاستضافة الوفود العربية والأجنبية اللي تتردد على الغابة، أيضا في مدينة ألعاب ترفيهية خاصة بالأطفال، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، في عندنا المسرح الروماني. بتعرفي هالنوع من المساحات وقت كتير بيتم إهمالها وما بيتم توجيه الرعاية اللازمة لها، بتكون كأنها مساحات مهملة ما في منها فايدة.
واحيانا بتوجيه الرعايه مثل ما صار وشفنا بهيدا التقرير ترجع بتكون متنفس فعليا وبتكون مكان موجود، بتبدا بعدها تتخلق النشاطات حوله، العوائل بتتوجه له، الشباب بيلاقوا مكان للفسحه الخارجيه. بنعرف انه هلا صارت مشكلتنا الكبيره انه احنا كلنا جوات المباني، ما في اماكن نروحها، ما في اماكن نغير فيها اجواء، فمثل هالمتنفس صراحه بحس انه مهم جدا، حلو انه نصيحه يكون فيها صراحه نوع من المبادرات. نصيحه للاهل اليوم اذا المنطقه يلي هن عايشين فيها بيكون في هيك متنفس بالغابه بين الطبيعه، دائما خذوا اولادكم ب يعني اجازه اخر الاسبوع او من فتره لفتره، لانه الاطفال اليوم كثير عم بيبعدوا عن الطبيعه. صح، خلينا قد ما فينا هيك نقربهم نرجع للارض وللطبيعه. بتعرف شفت فيديو من فتره قصيره لاطفال صغار يعني بالعمر يمكن 3 سنين او 4 سنين بيخافوا يمشوا حافيين على الارض. صح، وبيخافوا انه يخطوا على الرمل. عندك هالمشكل شاف لبنى؟ لبنى جاهزه، أو ما عندك إياها؟ أولادك بيلعبوا برات البيت ولا بس؟ لا لا منلعب بس مش حافيين. لا ضروري حافيين، ضروري هي الفكرة حافيين. خليني أجربه. طب منجرب منجرب منجرب. وشو رح نجرب هلأ؟ أكلة شربة عدس. هلأ شربة العدس، ما هو اللي بيشرب شربة العدس أصبر عنه بده يصير يركض حافي من كتر الطاقة اللي ده تصير عنده. يلا تفضلي. شكرا شكرا، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بتاني فقرة عنا لليوم. فتة الدجاج يعني أكيد شهادتي مجروحة بنفسي، بس اسمعوا جد بتشهي، لازم تجربوها. واللي كمان لازم تجربوها هي شوربة العدس. هاي الوصفة يعني أنا بعرف إنه إحنا كلنا بنعمل شوربة عدس بس مش دائماً بنحصل على القوام المثالي اللي إحنا عم ندور عليه. فشوفوا كيف أنا رح أعلمكم إياها بطريقة كتير سهلة والنتيجة 100%. أول إشي رح نبدأ فيه بالطنجرة عندي إياها هون حامية، رح أضيف زيت الزيتون. فعندي تقريباً 2 ملاعق كبار من زيت الزيتون رح أضيفهم عندي هون بالطنجرة. هلأ بدي أقلي معاه بصلة وجزر وبطاطا، وهون السر بشوربة العدس. يعني هي ما بتكون عدس لحاله، لا هي منضيف لها خضار بتعطيها نكهة بتعطيها قوام وبتعطيها طعمة بتشهي. فرح أضيف هون البصلة وأقليها مع زيت الزيتون لحد ما هيك البصلة عندي تبلش تشقر قبل ما أضيف عليها باقي الخضار. طبعا أنا البصلة أصلا مقليتها حتى أختصر وقت، لأنه يعني بدها تقريبا 2-3 دقائق لحتى تتقلى معاي البصلة وتوصل للون اللي أنا عم بدور عليه. فهلأ رح نستمر بالتقليب هون لحبة البصل قبل ما أضيف عليها باقي الخضار. في عندي حبة من البطاطا مقطعة مكعبات كبيرة، وحتى البصل مقطع مكعبات كبيرة، فأنا مش هامي من الحجم. ليه؟ لأنه أنا بالآخر كلياته رح أهرسه، فمو مهم الحجم لهاي الحبات اللي أنا عم بعمل فيها. يعني بس قطعتها بحيث أنه يكون علي سهل الشغل فيها، بس مش لازم فرمة معينة هيك على الواقف، حتى من غير لوح تقطيع على الواقف بالسكينة. فرح أحرك حبة البطاطا والبصل ورح أضيف عليهم كمان الجزر. في عندي هنا حبتين من الجزر برضو مقطعة قطع كبيرة، ورح نقلبهم مع بعض. وأنا بحكي ما مش سامعة صوت طرطشة، طلع الغاز طافي أصلا. هينا عم بقلبهم مع بعض كتير منيح. شكرا شكرا، هادي على الصوت ممتاز. هينا عم نقلبهم مع بعض كتير منيح هيك. هلا انا بنعمل لكم هلا ساوند افكت، هيك بطلع لكم صوت شو احنا عم نشتغل عشان اعيشكم الاجواء معي بهالشكل هاد. وهلا رح اضيف العدس. شو العدس؟ شوربه العدس تنعمل بالعدس الاحمر، فهذا هو العدس اللي عم بستخدمه. غسلته كثير كويس لانه بالعاده بيكون فيه اتربه، بيكون فيه اوساخ، فانا غسلته كثير منيح لحتى نضف، ما بنقعه، مجرد غسيل وعادي، وتركته على جنب حتى لا يعني لحين موعد الاستخدام، فهو مجرد غسيل فقط مش سلق مش نقع. كوب ونص من العدس للكمية هاي، فإحنا أضفنا هنا حبة من البصل، حبة من البطاطا، وحبتين من الجزر، وكوب ونص من العدس قبل الغسل، لأنه بعد الغسل تنفش الحبة شوي، فهم الكوب ونص هدول قبل الغسل، يعني بعد الغسل بيصيروا لهم كوبين وشوي. بهالشكل هيك قلبتهم مع بعض. وهلأ بدنا نضيف عليهم السائل. السائل حيكون عندي مرق الدجاج ومي. في عنا يعني كمية السائل من 4 لـ5 أكواب. فأنا عندي هنا تقريباً يعني أنا استخدمت 4 أكواب من المي مع معلقة كبيرة من مرق الدجاج، إبهار مرق الدجاج الصحي.
ممكن تستخدموا مكعب مرق أو ممكن تستخدموا مرق دجاج عادي إذا متوفر عندكم، فحسب أنتوا شو الموجود عندكم. فأنا هلأ ضفت 4 أكواب من السائل رح أقلبها معهم، وأول ما يغلوا رح نغطي الطنجرة ونتركهم على نار وسط لمدة تقريباً نص ساعة، بس مش أكتر من هيك. مرقت عنا النص ساعة، كيف شكلهم حيكون؟ حيكونوا صار عندي بالشكل هذا. خليني أفرجيكم القوام كيف صار. حبات العدس دابت والخضار عندي إياها كمان دابت. هلأ صار وقت إني أهرسها. بدنا هلأ أنتم زي ما أنتم ملاحظين لهلأ أنا ما ضفت ولا أي بهارات. أنا بحب أضيف البهارات بالآخر بعد ما أعدل كمية السائل اللي عندي. هلأ مش هذا القوام اللي إحنا بدنا إياه لشوربة العدس، هيك كتير سميكة. فأنا حطيت لكم بالمقادير من 4 لـ5 أكواب، الكوب الخامس هلأ رح أضيفه، فما ضفناه بالأول، هلأ هون بقدر أتحكم بالسماكة مثل ما بدي، بس شوي أكمل هرسة عشان نضيف آخر كوب من السائل. لا لا تضطر تطشيش علي، انت سخنه بلاها الحركات هاي. طيب هلا هيك عندي الشوربه صارت جاهزه، مثل ما قلت لكم قوامها كثير سميك. فانا عندي هنا كمان كوب من السائل رح اضيفه عليها، وبهاي المرحله بقدر اني اضبط الملح والفلفل والكمون. انا شو بحب كمان اضيف عليها؟ بحب اضيف عليها رشه كركم لانها بتعطيها لون كثير حلو. فأنا بعتمد على الكركم وبعتمد على الجزر لحتى يعطوا شوربة العدس اللون الحلو اللي بندور عليه. فملح، فلفل، كمون، وكمان عندي رشة خفيفة من الكركم. هيك شوربة العدس صارت عندي جاهزة، رح أتركها على النار هيك شوي بس، وش القوام عندي صار مثالي مع آخر كاسة من المي. ولكن دائما نضيف بالآخر، نعدل السائل بالآخر، ولا إنه تصفي بالآخر عندي كمية السائل كتير عالية وأنا تخرب عندي الطبقة. فتكون سميكة وأخفف ولا تصير خفيفة وما أعرف كيف أتعامل معها. شوربتي صارت جاهزة، خليني أحكي لكم كيف رح نقدمها. عندي هنا خبز توست قديم. قدي بيزيد عندنا خبز توست، إن كان بواقي باكيت توست أو خبز عادي، أي نوع خبز بدي أقطعه بهالشكل، أصابع طويلة، أصابع طويلة بالشكل هاد. بعدين بصينية الخبز رح أضيف عليهم زيت زيتون، ملح وفلفل ورشة كمون، أو ممكن نضيف عليها رشة أعشاب إيطالية. يا عيني أنتم متخيلين هالأشياء الرهيبة اللي موجودة عندي. خليني أفرجيكم شكلهم كيف حيكون موجود. بصيروا عندي هيك، بس رشة زيت زيتون، ملح، فلفل، كمون أو أعشاب إيطالية. منوديهم على الفرن أو بالإير فراير، ما بياخدوا معانا 20 دقيقة على حرارة 180. منقدمهم مع شوربة العدس، وأكيد طبعاً شو بدها شوربة العدس؟ بدها بصل أخضر وبدها عصير ليمون. بتاكلوها وتصبحوا على خير وصحتين وألف عافية. تصبحوا على ألف خير. صح، ما بالضبط بيكون سكر اليوم. تصبحوا على خير خلص. صح 100%. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. إلى هنا مشاهدينا تكون حلقتنا قد وصلت إلى نهايتها. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقة اليوم. غدا لقاء جديد ومواضيع جديدة. سنتحدث في حلقة الغد عن استهداف إسرائيل للصحفيين في حربها على لبنان بين صمت المجتمع الدولي وتداعيات القانونية. انتشار الإنفلونزا بين الأطفال في المدارس، الوقاية والعلاجات أيضا ضمن حلقتنا الغد. وإطلاق المؤسسات الحكومية لاستراتيجيات جديدة ودورها في تحقيق التنمية الوطنية والاقتصادية. كفي كفي. انتظرونا غدا وكل يوم على قناة العربي 2 مشاهدينا. إلى اللقاء.